يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا بسنت. صباح الخير والسعادة والرضا على حضراتكم في كل مكان، وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الجمعة آخر الأسبوع. أي عمل في الدنيا مهم جدا عشان ينجح، لازم يكون فيه متابعة ورقابة بكل خطوات هذا النجاح. ما بال حضراتكم لما تبقى الدولة نفسها معنية بمتابعة البرامج والخطط الحكومية وتنفيذها على الأرض. دي حاجة في غاية الأهمية عشان يبقى فيه نوع من التجويد وتحسين الخدمات المقدمة بشكل لائق للمواطن. ده كله لصالح المواطن ولصالح بلدنا. الهدف دايما بيكون ضمان تحقيق الأهداف والمشروعات اللي بيتم الإعلان عنها، وده اللي بيخلي المتابعة والرقابة عنصر أساسي جدا في تعزيز الشفافية والمساءلة. يمكن ده هو الدور الأساسي اللي بيقوم بيه البرلمان. البرلمان هو صوت المواطن وصوت الشعب، وليه دور كبير جدا في متابعة ومراقبة كافة المشروعات والقوانين على الأرض. طبعا ده دور مهم جدا عشان نقدر ان احنا نحسن ونطور. في السياق ده مجلس النواب اعلن امبارح انه هيستأنف جلساته الاسبوع اللي جاي، وكان مكتب المجلس قال انه هيتم الاستماع خلال جلسات البرلمان الايام الحد والاثنين والثلاث لبيانات ثلاث وزراء، هم وزراء الزراعه والتموين والتربيه والتعليم، وده لعرض خطط وزاراتهم ببرنامج الحكومه. ده فعلا بسنت البدايه هتكون من يوم الحد اللي جاي ان شاء الله. وزير الزراعه السيد علاء الدين فاروق هيقدم قدام النواب كده بيان شامل، زي ما بيقولوا كده كشف حساب عن خطط الوزاره لتعزيز الامن الغذائي وتنفيذ المشروعات الزراعيه المستدامه. كمان هيعرض الوزير خطه لتنفيذ الاهداف اللي حددتها وزاره الزراعه المرحله الجايه. يوم الاثنين بعد كده هيكون وزير التموين تحت قبة البرلمان الدكتور شريف فاروق، اللي هيقدم استراتيجية وزارة التموين لضمان الأمن الغذائي وتحسين جودة السلع الأساسية. اليوم الثالث هيكون موجود فيه وزير التربية والتعليم السيد محمد عبد اللطيف، هيعرض خطة تطوير التعليم والموضوعات الخاصة والدقيقة المتعلقة بملف التعليم في مصر. طبعا اللقاءات دي بتبقى مهمه جدا للنواب، وتبقى فرصه حلوه قوي ان هم يقدروا يتعرفوا على كل استراتيجيه للوزارات دي واهدافها وخططها عن قرب، مش بس من خلال ممثلين من الوزارات، لكن من خلال المسؤول الاول في الوزاره هو الوزير بنفسه. عشان كده حضور الوزراء الثلاثه للبرلمان الاسبوع اللي جاي هيكون فرصه كبيره جدا ومهمه جدا لمجلس النواب انه يناقش فيها السياسات المطروحه ويقدم التوصيات اللي بتقدر ان هي تضمن تحسين الخدمات للمواطنين وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة في هذه القطاعات. حوار مهم جدا ما بين نواب الشعب والمسؤولين في الحكومة المصرية والمسؤولين التنفيذيين، ده مهم جدا، وفي النهاية ده بيكون في صالح المواطن المصري. من حضور الوزراء يا بسنت، الخبر تاني معانا مهم جدا في صباح الخير يا مصر النهاردة، خبر مهم هنتكلم عنه اللي هو الخاص بالمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان اللي أعلن وزير الصحة خالد عبد الغفار مجموعة كده من الأرقام المهمة جدا عن هذه المبادرة. من أهم هذه الأرقام إن هذه المبادرة بداية جديدة بتقدم حوالي أكثر من 55 مليون خدمة من وقت انطلاقها، وده رقم الحقيقة يعني كبير جدا وضخم جدا، وبيبين كمان قد ايه المجهودات الكبيره والضخمه اللي بتبذلها الدوله المصريه لتحسين جوده الحياه لكل الناس، وكمان تقديم خدمه طبيه لائقه لكل المصريين. رقم كبير جدا. صحيح. يا محمد، ومهم قوي طبعا. خصوصا لما نعرف ونسمع ان خلال الاربع ايام اللي فاتوا بس اتقدمت اكتر من 9 مليون خدمه، مش بس خدمات جميل. صحيه، لكن كمان في تمكين المراه، في دعم الشباب، وتوزيع سلع غذائيه، ده غير الندوات التوعويه اللي استفاد منها الاف من الناس. وده بيوضح ان المبادره مش بس مركزه على جانب واحد، لكن كمان شغاله. صحيح. في كل المجالات وفي كل الاتجاهات تقريبا، سواء بنتكلم عن دعم مادي، تمكين اقتصادي، او حتى رفع الوعي، كلها مجهودات متكامله بتكمل بعض عشان نقدر ان احنا نضمن للناس افضل حياه كريمه. يعني مبادرة تانية، لكن دخل أكيد في بناء الإنسان لكل الفئات المستحقة. يا رب دايما بلدنا من أحسن لأحسن، ويا رب دايما كده بنطور وبنحسن وبنشوف مجهودات كبيرة جدا بتنفذ على أرض الواقع واصلة لمستحقيها، وده أهم حاجة. مرة تانية بنصبح لحضراتكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.
خلونا نصبح مع حضراتكم على دينا شرف ونتعرف منها على احوال الطقس في القاهره والمحافظات ونقول لها صباح الفل عليك. صباح الخير. صباح الخير يا محمد. صباح الخير بسنت. صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. مش حاسين ان الجو حلو ودرجات الحراره حلوه؟ الجو لطيفه بقى. الجو حلو من فوق خصوصا بالليل كمان. بالظبط. يعني بدانا في الاجواء الخريفيه المعتدله بزياده، يعني حاسه ان انا الشتاء قرب ينزل، يعني يوصل عندنا قوي بشكل كبير ان شاء الله. خلونا نصبح على حضراتكم مرة تانية ونبدأ معاكم في جولتنا عن أحوال الطقس. النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس معتدل في أول الليل مائل البرودة في آخره وفي الصباح الباكر مائل الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب البلاد. درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة 29 درجة وأقل درجة حرارة في كاترين 24 درجة وأسوان العظمى فيها 33 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجيه والاتحاد الاوروبي والتعاون الاسباني والوفد المرافق له. اللقاء تناول الاوضاع الاقليميه الراهنه وتطوراتها. كمان امبارح السيد الرئيس استقبل وزير الخارجيه الايراني عباس عراقجي. اللقاء ركز بشكل كبير على استعراض التطورات الجاريه بالمنطقه. خلونا نشوف اهم الاخبار اللي حصلت امبارح مع حضراتكم في سياق العرض اللي جاي. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني والوفد المرافق له. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية الراهنة وتطورتها، وثمن الرئيس المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهو ما ينعكس في التنسيق المستمر بين قيادتي الدولتين والرؤية المشتركة اللي بتجمعهم من أجل تحقيق السلام في المنطقة. أيضاً تناول اللقاء تأكيد وعمق العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها ودفعها إلى آفاق أرحب لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وأكد الجانب الأسباني في هذا السياق حرصه على تعزيز مشاركته في عملية التنمية اللي بتشهدها مصر من خلال دور الشركات الإسبانية في العديد من القطاعات ومن بينها التصنيع والزراعة والنقل، وده بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والأسباني الصديقين. امبارح أيضاً استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي أن اللقاء ركز على استعراض التطورات الجارية بالمنطقة، وأكد الرئيس الموقف المصري الداعي لعدم توسع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق لحرب إقليمية شاملة هتكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة. وأكد الرئيس في هذا السياق ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكد مدبولي أهمية المتابعة الحثيثة لجهود توفير الدواء في السوق المصرية آخذاً في الاعتبار ما تحقق من نجاح في هذا الخصوص، ولافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية أسهمت في إنهاء مشكلة نقص الدواء بصورة كبيرة والعودة لمرحلة ما قبل نقص الدواء. وأكد رئيس الوزراء أيضاً حرص الدولة على توفير الموارد اللازمة لهيئة الشراء الموحد من أجل تلبية احتياجات القطاع الطبي بشكل عام، وده في إطار الأولوية اللي بتمنحها الدولة لقطاع الصحة كأحد الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. أيضاً امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع بشأن وضع تصور للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر، وأكد رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع أهمية وضع تصور للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر لا سيما في ضوء زي تجربة بنغلاديش اللي أسهمت بدورها في تحقيق طفرة تنموية أشادت بها المؤسسات الدولية. وأكد رئيس الوزراء مجدداً أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في ظل وجود بنية تحتية ناجحة لدى مصر لتطبيق منظومة متكاملة في إطار مبادرة جديدة تتبناها الدولة. وجه وزيرة التضامن الاجتماعي لكي تتولى التنسيق بين تلك الجهات لوضع مقترح لمنظومة متكاملة تمثل مبادرة جديدة للدولة.
كمان امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، وأكد مدبولي على الأولوية القصوى اللي بتوليها الحكومة المصرية للعمل على انتهاء المرحلة الأولى للمشروع في التوقيت المحدد خلال شهر مايو القادم بحجم 1500 ميجا وات، وفور الانتهاء من المرحلة الأولى البدء في المرحلة الثانية بحجم 1500 ميجا وات أخرى. وأوضح رئيس الوزراء أنه تم التأكيد على تنفيذ المشروع وفق التوقيتات المحددة خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وده في إطار المتابعة الدورية لنتائج أعمال الهيئة والمشروعات اللي بتنفذها وعدد من ملفات العمل. واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى الاهتمام الكبير اللي بتمنحه الدولة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة لدعم قطاع الصناعة باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي يرتكز عليها الاقتصاد المصري تلبية لاحتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج. وأكد مدبولي اهتمام الحكومة باتخاذ الإجراءات والخطوات التنفيذية التي من شأنها دعم الاتجاه لتوطين عدد من الصناعات المهمة زي مكونات صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة والسيارات، لا سيما السيارات الكهربائية. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وأخبار خدمية مختلفة شهدتها المحافظات. أعلنت محافظة شمال سيناء تسكين الأسبقية الأولى للمرحلة الثانية من مشروعات التجمعات التنموية بوسط سيناء. أما في الإسماعيلية فقد تم تسليم 25 عقد عمل لذوي الهمم و10 ماكينات خياطة لأوائل المتدربين في مشروع تمكين المرأة. أما في مطروح فتم توفير 250 طن تقاوي شعير للمزارعين بنصف الثمن دعما من الدولة. كمان دمياط أعلنت انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة في مدينة راس البر. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات، من بينها أن محافظة شمال سيناء أعلنت عن بدء تسكين الأسبقية الأولى للمرحلة الثانية من مشروع التجمعات التنموية في منطقة وسط سيناء ضمن الجهود المستمرة لدعم التنمية المستدامة في المحافظة، حيث تشمل المرحلة تسكين المواطنين في 7 تجمعات تنموية. سلمت محافظة الإسماعيلية 10 ماكينات خياطة لأوائل المتدربين في مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة مع تسليم 25 عقد عمل لذوي الهمم، وده في إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي 73 اللي بيوافق 16 أكتوبر كل عام. أعلنت محافظة مطروح أن تم وصول 35 طن تقاوي شعير مدعمة من وزارة الزراعة بنصف الثمن للمزارعين على مستوى المحافظة كدفعة أولى من إجمالي 250 طن شعير مدعم هتصل تباعاً وتوزيعها على المزارعين لتحقيق المستهدف زراعته هذا العام وهو حوالي 200 ألف فدان شعير، وده تيسيراً على المزارعين والتخفيف من أعبائهم مع توفير مزيد من الخدمات. في دمياط شهدت مدينة راس البر تدشين فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، وتضمنت مشاركة مديرية الشؤون الصحية بفريق المبادرات المتنقل لتقديم المبادرات الرئاسية وتقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية والاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، ده مع عقد لقاءات توعوية حول أهمية عمل الفحص الذاتي للثدي والمتابعة الدورية ووسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، بالإضافة لمشاركة الوحدة المتنقلة لتنظيم الأسرة. في الدقهلية فتحت الجمعيات الزراعية والشؤون المخصصة لاستقبال توريد القطن من المزارعين أبوابها لاستقبال كميات القطن المصري طويل التيلة اللي بيتم زراعته بالأراضي الزراعية بمحافظة الدقهلية، وبيتم زراعة 43712 فدان داخل المحافظة، كما تم تخصيص 26 شونة لاستلام وتوريد القطن المصري طويل التيلة من المزارعين. أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أنه تم تركيب 183 ألف قطعة موفرة للمياه بالمساجد والكنائس والجهات الحكومية ومقرات الشركة وللعملاء، حيث أن تلك القطع متوفرة بعدد 11 مركز لخدمة العملاء بجميع مراكز المحافظة. أعلنت محافظة السويس أنه بيتم دراسة إقامة سوق سمك حضاري بيساعد على النهوض بحركة الأسماك ويوفر جميع الأنواع بالأسعار اللي بتناسب الجميع داخل المحافظة. أعلنت محافظة المنيا تنظيم قافلة طبية مجانية في أمراض العيون بمكتبة مصر العامة
ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وفي إطار جهود المحافظة لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. أعلنت مديرية التربية والتعليم في المنوفية بدء التوقيع على عقود تعيين الدفعة الثانية من مسابقة 30,000 معلم، وحددت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وشملت أمس الخميس المشمولين بالكشوفات ابتداءً من رقم 5 حتى رقم 100 في الكشوف. شهدت محافظة بني سويف بدء العمل بلجنة أمراض الدم الكبار بمقر عيادة السلام الكائنة بمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة بجوار مرفق الإسعاف، وبدأت اللجنة في استقبال الحالات من بني سويف اللي بتعقد كل يوم خميس. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع من بعده نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب البلاد. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس، خصوصا أن النهاردة درجة الحرارة العظمى في القاهرة 29 وأسوان بقت 33، فدي أرقام يعني درجات حرارة جيدة جدا في هذا التوقيت من العام. بالفعل يمكن احنا خلال هذه الايام بنعيش اجواء خريفيه بامتياز في معظم محافظات الجمهوريه، استمرار تراجع لقيم درجات الحراره في اغلب المحافظات، ويعتبر ده المعدل الطبيعي للوقت ده من السنه. احنا خلاص في شهر 10 او بنبدا خلاص شهر 10، بدا كمان في منتصف شهر 10، فالمعدلات المناخيه بتنخفض في الوقت ده. كمان مصادر الكتل الهوائيه يمكن ده السبب في انخفاض قيم درجات الحراره، معظمها معتدلة قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. وجود كمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل بشكل كبير على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة اللي بتحجب جزء من أشعة الشمس على مدار فترات النهار، وده في معظم محافظات الجمهورية، فده بيساعد كمان على انخفاض قيم درجات الحرارة. زي ما حضرتك ذكرتي العظمى فترة النهار في القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية، هنلاقيها في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ما بين 28 و 26 درجة مئوية، حتى محافظات الصعيد اللي كانت بتسجل قيم درجات حرارة بتوصل ل 38 و 39 عظمى فترة النهار ما بين 33 و 34 درجة مئوية. فبالتالي أجواء فترة النهار أجواء خريفية نقدر نقول مائلة للحرارة في المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى، حر في المحافظات الجنوبية اللي هو جنوب الصعيد وشمال الصعيد طبعا ومناطق من جنوب سيناء، ده بيكون في فترة النهار كمان مع وجود أشعة الشمس. التحسن الكبير كمان في الأحوال الجوية وإحساسنا أكتر بالانخفاض بيكون فترة الليل، لأن مع غياب أشعة الشمس بيكون طبعا في انخفاض في قيم درجات الحرارة. صغرى فترة الليل بدأت تتراوح من 22 ل 20 درجة مئوية فترة الليل، وخاصة كمان في فترات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر. يعني إحنا في أول فترات الليل الأجواء معتدلة بشكل كبير، بنيجي فترات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر بنحس ببعض البرودة وأجواء مائلة للبرودة في أغلب المحافظات، خاصة كمان هنلاقيها في المدن الجديدة بشكل كبير، الأماكن المفتوحة، المحافظات اللي ليها ظهير صحراء بشكل كبير زي محافظات شمال الصعيد. لو بصينا هنلاقي الصغرى فترة الليل متوقعة ما بين 17 و16 درجة مئوية خلال فترة الليل، بالإضافة كمان إن اليوم طبعا متوقع إن هيكون في نشاط للرياح في بعض المناطق الشمالية، نشاط الرياح اللي هيكون موجود ده هيخلينا كمان نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة في فترة المساء وساعات الليل، لكن هو سرعاته مش عالية بشكل كبير، يعني هي بتتراوح من 30 ل 35 كيلومتر على الساعة. وطبعاً مع إحساسنا ببرودة الطقس بالليل طبعا هيخلينا نحس بمزيد من الانخفاضات في قيم درجات الحرارة في فترات الليل وساعات المساء، بالإضافة كمان مع وجود السحب المنخفضة والمتوسطة أكيد هيكون معانا فرص لسقوط الأمطار. هي إلى الآن فرص سقوط الأمطار غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، لكن مكملة معانا في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على المناطق الموجودة في سواحلنا الشمالية الشرقية
دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، خفيفة في السواحل الغربية ومناطق من محافظات شمال الوجه البحري، مش هتمتد للمحافظات الداخلية، لكن هي في مجملها أيضا في المحافظات الساحلية بتخليهم يحسوا بالأجواء الخريفية مش مؤثرة تماما. كمان الأحوال الجوية اللي فيها درجات حرارة معتدلة بشكل كبير فترة النهار أو فترات الليل متوقع استمرارها معنا كمان على مدار الأسبوع اللي جاي، يعني مش هنلاقي أي ارتفاعات في قيم درجات الحرارة الأسبوع اللي جاي. متوسط قيم درجات حرارة ما بين 29 ل 30 درجة مئوية، ويمكن 30 درجة مئوية دي مش هنسجلها غير في يوم واحد بس في الأسبوع اللي جاي، فأجواء خريفية بامتياز كمان على مدار الأسبوع اللي جاي. الشبورة المائية يمكن مش موجودة معانا النهاردة بشكل مؤثر، لكن لسه كمان موجودة معانا الأيام اللي جاية إن شاء الله، وبتأثر في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر. يعني احنا بنقول الأحوال الجوية مستقرة والأجواء الخريفية موجودة معانا، لكن لازم نخلي بالنا من فروق قيم درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل. دايما هنلاقي فترات النهار موجود أشعة شمس حتى لو في انخفاضات في دفء وفي اعتدال، فترات الليل فيها برودة، وخاصة احنا عندنا يعني صداع كبير بيخرج فترة الصباح الباكر الطلبة وهم رايحين المدارس. فمهم جدا في الوقت ده واحنا خارجين لازم الملابس تكون ملابس خريفية، جاكيت خفيف معانا واحنا خارجين تجنبا لنزلات البرد. القيادة طبعا تكون بهدوء تام فترة الصباح الباكر مع وجود الشبورة المائية، ونستمر طبعا اكيد في المتابعه الجيده للنشرات الجويه، لان في الخريف وارد جدا السنوات الجويه اللي احنا بنقولها تحصل اي تغيرات تغير بشكل سريع. علشان كده احنا بنتابع مع حضرتك بشكل يومي، وهيئه الارصاد الجويه بنتابع معاكم بشكل يومي علشان نطمن عن حاله الطقس. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره العظمى 29، الصغرى 22، العاصمه الاداريه 30، 21، اسكندريه 28، 20، العامين الجديدة 27-19، مطروح 26-18، دمياط 28-23، بورسعيد 28-24، إسماعيلية 30-20، السويس 29-21، العريش 28-18، كاترين 24-13، طابة 28-22، حلايب 30-23، شلاتين 33-25، شرم الشيخ 31-24، الغردقة 32-23، الفيوم 29-20، بني سويف 30-20، الوادي الجديد 32-19، أسيوط 31-18، سوهاج 31-17، قنا 32-20، الأقصر 32-21، وأخيرا أسوان 33-22. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن ناخد بالنا جدا إن في انخفاضات ملحوظة يمكن في درجات الحرارة من فرق كمان ما بين النهار وساعات الليل المتأخر والصباح الباكر. نخلي بالنا يعني نلبس جاكيت خفيف علشان ما نتعرضش لأدوار البرد. هرجع مرة تانية لمحمد وبسانت عشان نكمل معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لك. دلوقتي خلونا نتابع مع بعض أهم وأبرز الأخبار المقرر حدوثها اليوم، ولنستعرضها بالتفصيل مع حضرتكم في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه وفقاً لما أعلن عنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إتاحة رابط إلكتروني للاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية وفقاً لقرار رئيس الجهاز رقم 598 لعام 2024 والخاص بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ويمكن الرابط الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 أو من يمثل قانون الشريعة العامة لهم من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية. النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الأوقاف هيكون موضوع خطبة الجمعة هو لا يسخر قوم من قوم، تعظيم حرمة الإنسان وعدم التنمر به، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية. من جانبها شددت وزارة الأوقاف على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة لتكون ما بين 10 و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معاً كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز. وأكدت كمان أنه من الأفضل أن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيمله، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير. النهاردة هيقدم مسرح الهناجر للفنون العرض المسرحي جنس وتسعين يا جدو من تأليف وإخراج كامل الشافعي في الساعة 8 مساءً. بيناقش العرض المسرحي رحلة عبر الزمن كلها ضحك وذكريات،
ويرى الجمهور نفسه داخل العرض على الرغم من كل الاختلافات بين أبطاله، إلا أنهم نماذج حية من داخل المجتمع. النهاردة بيوافق ذكرى رحيل الأديب الكبير جمال الغيطاني، صاحب العلامات البارزة في تاريخ الرواية المصرية والعربية. قدم لنا عالم روائي مميز مستلهم من التراث المصري. الغيطاني لم يكن كاتبا روائيا فقط، كان أيضا كاتب صحفي، يؤسس جريدة مهمة جدا هي جريدة أخبار الأدب، وليه مجموعة كبيرة من الأعمال: الزيني بركات، حارة الزعفراني، متون الأهرام، تجليات الغيطاني، أعمال كتيرة جدا ما زالت خالدة في ذاكرة الأدب العربي. حقيقي يا محمد، يعني كان ليه تأثير كبير جدا في أحياء النصوص عربية قديمة وكتب روايات خلدت اسمه بين رواد الأدب العربي. الغيطاني في الحقيقة تأثر بأستاذه نجيب محفوظ، وكان دايما يتكلم عنه ويشارك ذكرياته معاه في كل لقاء. كان ليه أسلوب فريد من نوعه، ورؤيته العميقة للأدب خلته واحد من أبرز الأسماء في الأدب العربي. خلونا نشوف محطات عن الأديب الراحل. تحل اليوم ذكرى وفاة الكاتب والأديب جمال الغيطاني، الذي ترك بصمة بارزة في عالم الرواية العربية بفضل مشروعه الروائي الفريد. استلهم الغيطاني من التراث المصري عالماً روائياً مميزاً، وتعد تجربته واحدة من أكثر التجارب نضجاً في الأدب العربي. كما شغل الغيطاني منصب رئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب المصرية، وكان له دور كبير في إحياء الكثير من النصوص العربية التي طواها النسيان. تأثر الغيطاني بشكل عميق بأستاذه وصديقه نجيب محفوظ، حيث نشأ الاثنان في نفس المنطقة من أحياء القاهرة القديمة. وعشق الغيطاني الأدب وفن الكتابة، وكانت علاقته بنجيب محفوظ سبباً في توسيع معرفته بالأدب القديم، مما ساهم في وصوله إلى هذه المرحلة المتميزة. وكان دائماً ما يتحدث عن محفوظ في ندواته وحواراته التلفزيونية، مشاركاً ذكرياته ونصائحه القيمة. ولد جمال الغيطاني في 9 مايو عام 1945، وبدأ مشواره المهني كرسام في عام 1963، ثم شغل منصب سكرتير الجمعية التعاونية المصرية لصناع وفناني خان الخليلي، قبل أن يتحول إلى مراسل حربي في عام 1969 لحساب مؤسسة أخبار اليوم. وفي عام 1974 انتقل إلى قسم التحقيقات الصحفية، وبمرور 11 عاماً تمت ترقيته ليصبح رئيساً للقسم الأدبي بأخبار اليوم. وأسس الغيطاني جريدة أخبار الأدب في عام 1993، حيث تولى منصب رئيس التحرير. كتب الغيطاني أولى قصصه عام 1959 بعنوان نهاية السكير، تلتها أعمال أخرى بارزة مثل أوراق شاب عاش منذ 1000 عام، والتجليات، والزيني بركات، والرفاعي، ووقائع حارة الزعفراني. وقد ترجمت عدة مؤلفات له إلى أكثر من لغة، مما ساهم في نشر أعماله عالمياً. نال الغيطاني عدة جوائز تقديرية، من بينها جائزة الدولة التشجيعية للرواية عام 1980، وجائزة سلطان بن علي العويس، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، ووسام الاستحقاق الفرنسي من طبقة فارس. توفي جمال الغيطاني في 18 أكتوبر عام 2015 عن عمر ناهز 70 عاماً، بعد صراع مع المرض استمر لعدة أشهر، تاركاً وراءه إرثاً أدبياً عظيماً لا يزال يلهم الكثيرين.
رحم الله الأديب الكبير. وخلونا ننتقل لموضوع تاني، وخليني أقول أنه وسط أجواء احتفالية وحضور فني وثقافي بتواجد العديد من الفرق الفنية، انطلقت فعاليات الاحتفال بمهرجان أسوان لتعامد الشمس على قدس أقداس معبد أبو سمبل للاحتفال بهذه الظاهرة الفلكية الفريدة. وبتجوب الأجواء الاحتفالية مختلف مراكز ومدن المحافظة وقصور الثقافة. ظاهرة فلكية فريدة بسنت فعلا تعامد الشمس في قدس الأقداس، وبقت منطقة أو نقطة جذب للسياحة مهمة جدا في مصر وفي العالم كله لهذه اللحظة لتعامد الشمس على قدس الأقداس. نعرف تفاصيل أكتر مع حضراتكم مع الأستاذ يوسف محمود مدير فرع الثقافة بأسوان. صباح الخير على حضرتك. صباح النور. أهلا بك يا فندم. حابين بداية كده نعرف الاستعدادات الخاصة اللي هتتم إن شاء الله، والفعاليات والأنشطة اللي هتكون مصاحبة للاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس في أبو سمبل. هو احنا ابتدينا فعلا فعاليات امبارح الليل، حفل الافتتاح على مسرح فوزي الصيفي. طبعا احتفاليه مهمه جدا، بنحتفل بعظمه اجدادنا المصريين، بنحتفل فيها بظاهره فلكيه نادره بتدل على يعني معرفه واسعه بعلم الفلك في فتره مبكره جدا من التاريخ. احتفاليه بتضم 9 فرق للفنون الشعبيه، منهم فرقتين من اسوان اللي هم فرقه اسوان وفرقه بوشكا، وعندي 7 فرق من مختلف انحاء الجمهوريه، الانفوسي وبورسعيد والغربيه وملاوي فرقه التنوره. الفعاليه طبعا زي ما قلت احنا ابتدينا امبارح حفل افتتاح للتسع فرق على مسرح فوزي الصيفي، وكان حفل جميل جدا وساعد بيه ابناء المحافظه. الاحتفاليه بتدعم فكره ان احنا بنعرف الناس بالفولكلور، التراث الشعبي، الفرق الفنون الشعبية الجميلة اللي بتقدم التراث المصري المختلف والمتنوع، وبتعمل تنشيط للسياحة برضه. يعني من أهداف المهرجان تنشيط السياحة. المهرجان طبعا ابتدى زي ما قلت امبارح حفل افتتاح، وبعد كده عندنا 3 أيام هيلف مراكز أسوان كلها، واليوم الرابع إن شاء الله بإذن الله بنكون الاحتفالية الكبيرة بتكون في أبو سمبل. بنعمل حفلتين، واحده بعد صوت والضوء في معبد ابو سمبل نفسه، وبعد كده في حفله في السوق للاهالي ابو سمبل كلهم، وبعد كده بنختتم الفعاليات كلها بعرض مجمع قبل ظاهره التعامد مباشره في ساحه المعبد ان شاء الله. طيب الفرق المشاركه يا فندم في المهرجان او الاحتفالات ايه هي؟ وخليني اقول لو في عدد من الفرق الاجنبيه، لو في فرق اجنبيه مشاركه يعني عددها قد ايه؟ لا هو الفرق الاجنبيه بتيجي في اكتوبر، بتيجي في شهر فبراير. بعتذر، الفرق الاجنبيه ايه يا فندم؟ الفرق الاجنبيه بتيجي في فبراير. في فبراير؟ في اكتوبر بتيجي الفرق كلها مصريه. انا عندي عدد بقى الفرق المصريه المشاركه قد ايه؟ 9 فرق. اللي هم من اسوان وتوشكا، دول من محافظه اسوان. وفي عندنا فرقه الانفوشي محافظه اسكندريه، فرقه الغربيه، وفرقه بورسعيد، ملاوي من المنيا، جميل، وفرقه التنوره التراثيه طبعا، وفرقه الاقصر، وفرقه الوادي الجديد. جميل. طب استاذ يوسف، يعني حدث مهم وجميل ورائع زي هذا الحدث، ازاي بقى بيتم الترويج لاسوان كمدينه وكوجهه سياحيه، خصوصا ان احنا خلاص على ابواب الموسم الشتوي للسياحه؟ حدث زي ده اكيد ممكن يكون سبب كبير في تنشيط الحركه السياحيه في اسوان. اشتغلتوا على الموضوع ده ازاي؟ طبعا هو بتعقد اجتماعات متعدده برئاسه السيد المحافظ والسيد نائب المحافظ، بتضم هيئه تنشيط السياحه ووزاره السياحه ومختلف العاملين في مجال السياحه، يعني بالزائد الانشطه الثقافيه وبعض القيادات التنفيذيه الاخرى. بيتم الترويج للموضوع ده، يعني احنا بنعمل برومو للمهرجان، بيتعرض في مصر للطيران، والهيئه تنشيط السياحه بتعرضه، ووزاره السياحه بتعرضه، نقابه المرشدين السياحيين. بيتم دعوه السائحين الاجنبيين لمشاهده الاحتفالات دي، سواء كانت في مدينه اسوان او في مدينه ابو سمبل. كل الشكر ليك استاذ يوسف محمود مدير فرع الثقافه باسوان. نروح بسنت من اسوان لاسكندريه.
نشوف في اسكندريه المحافظه يعني اعلنت حاله الطوارئ والاستعداد لاستقبال اول النواه اللي بتشهدها المحافظه الساحليه. هي نوه رياح الصايب واللي بتبدا يعني اعراضها اسمها كده رياح الصليب، عفوا رياح الصليب اللي بتبدا اعراضها بدايه من النص الثاني من شهر اكتوبر، سواء حدوث امطار او نشاط للرياح وغيوم وغيره. خلاص يعني موسم الشتاء احنا على الابواب، وبتبدا طبعا النواه تنتشر في اسكندريه الفتره دي. انا عايز اقول لك دايما المحافظه في الحقيقه بتاخد احتياطاتها صحيح. من الاول، عشان كده الحمد لله دايما بتعدي على خير، وان شاء الله تعدي على خير. كمان معانا عبر الهاتف دلوقتي اللواء محمود نافع رئيس شركه الصرف الصحي بالاسكندريه. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك، وخليني اقول استعداداتكم هذه او هذا العام لاستقبال اول النواه اللي بتشهدها المحافظه وهي نوه رياح الصليب، استعدادات عامله ازاي؟ صباح الخير يا استاذه بسنت، صباح الخير يا استاذ محمد. صباح النور يا فندم. نصبح من اسكندريه على جميع الساده المشاهدين. فعلا هيئه الصرف بلغتنا من اول امبارح ان توقع سقوط امطار خفيفه متوسطه على اسكندريه من صباح يوم الخميس امس، فتم رفع حاله الاستعداد وانتشار السيارات والبدلات على مستوى المحافظه بالكامل. جميع الاجهزه التنفيذيه وشركات المرافق كلها مستعده وتنسيق كامل تحت رئاسة معالي الوزير المحافظ. تمام. طب حابين نتعرف من حضرتك الناس اللي ما يعرفوش يعني الاجواء اللي هتشهدها محافظه اسكندريه خلال الفتره اللي جايه والتقلبات الجو، ممكن ناس كتير اول مره يسمعوا عن بدايه موسم النواه او تحديدا نوه رياح الصليب. هو حضرتك طبعا كل سنه يعني بتيجي على اسكندريه عدد من النواه، بنبدا بالرياح الصليبيه، وحضرتك طبعا احنا بنبقى يعني بنشتغل على الشتاء ده من نهايه الشتاء السابق، يعني من نهايه الشتاء السابق بنستعد للشتاء الحالي بخطه كبيره لتطهير الشبكات، تطهير الشنايش، تطهير المطابق، رفع كفاءه المحطات كلها، رفع كفاءه السيارات التعامل مع الامطار. وخلال الفترات دي تعاون بقى مع الساده الافاضل في الوزارات المعنيه، في وزاره الري، في هيئه الطرق، في شركه مديريه الطرق، مع كل شركات المرافق والمحافظه، والكلام تنسيق كامل بقول لحضرتك عشان نستعد للشتاء الحالي. ان دايما اسكندريه بتبقى اكثر محافظه صحيح. تاخد نصيب الاسد يعني في صحيح. في النواه وفي شده الامطار عليها. سياده اللواء، هل السنه دي في اي تحذيرات مثلا من طلبه المدارس ان هم يروحوا المدارس، يعني بتقولوا لهم يقعدوا في البيت ولا مفيش كده؟ هو حضرتك احنا طبعا زي ما قلت لحضرتك بنتابع مع هيئه الارصاد الجويه. لو الامطار بتبقى يعني شدتها عاليه شويه بنعرض على معالي الوزير المحافظ، معالي الوزير المحافظ بياخد قرار بالتنسيق مع التربيه والتعليم والجامعه غالبا يعني عشان الناس لا يضر احد يعني من الامطار الغزيره يعني. بالظبط. وفي نفس الوقت نقدر احنا نعمل مناوره بين الاماكن وبعضها عشان لو حصل تجمعات في اي مكان صحيح. نقدر نقوي البرامج. لا عايز اقول لحضراتكم بس ان الحمد لله اسكندريه بتشهد حاليا مشاريع يعني عظيمه جدا لفصل مياه الامطار مياه الصرف الصحي، يعني ده المشروع الثامن من المرحله الاولى الحمد لله يعني اوشك على الانتهاء، ودي بتاثر بشكل كبير جدا على تقليل التاثير بتاع الامطار على الاسكندريه والطرق في الاسكندريه. شكرا يعني جزيلا ليك سياده اللواء محمود نافع رئيس شركه الصرف الصحي بالاسكندريه، وان شاء الله تعدي على خير. يا رب تعدي على خير. نروح مع حضراتكم لموجز واهم واخر انباء موجز الثامنه صباحا بصحبه دينا شرف، اتفضلي يا دينا. شكرا لك محمد. الثامنه صباحا بتوقيت القاهره، الخامسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، حيث ثمن الرئيس السيسي المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. هذا واتفق الجانبان على أهمية زيادة الجهود الدولية خلال المرحلة الحالية لوقف التصعيد المستمر والتوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان على النحو الذي يمنع استمرار التدهور في الأوضاع الإنسانية
الإنسانية ويفتح الطريق نحو مسار تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. كما تناول اللقاء تأكيد عمق العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها ودفعها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. ومن جانبه أكد الوزير الإسباني تأييد ودعم بلاده الكامل للجهود المصرية الدؤوبة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدا محورية الدور الذي تقوم به مصر إقليميا لوقف توسع دائرة الصراع ودفع جهود إرساء السلام وتحقيق الاستقرار. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف المصري الداعم أو الداعي لعدم توسيع دائرة الصراع بالمنطقة وضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب الشرق الأوسط. وخلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس كاراجيكي، أكد الرئيس السيسي ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين. ومن جانبه أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، مشيدا بالدور المصري في ذلك الصدد على جميع المسارات. كما نقل عراجيكي تحيات وتقدير الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان للرئيس السيسي، وهو ما ثمنه الرئيس السيسي، وتم الاتفاق على أهمية استمرار المسار الحالي لاستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الوقت قد حان للمضي قدما بعد مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. وأضاف بايدن أن ذلك التطور زاد من أماله تجاه آفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن المحتجزين في غزة إلى منازلهم. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم إن الجميع تقريبا في قطاع غزة يتضورون جوعا، هذا ووضع إنساني غير إنساني. ودعا أدهانوم إلى إيصال فوري للمساعدات الإنسانية إلى الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والذين يحتاجون إلى علاج عاجل، مجددا دعوته لوقف إطلاق النار. أعلن حزب الله اللبناني إطلاق مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع إسرائيل، مؤكدا للمرة الأولى استخدام صواريخ دقيقة لاستهداف القوات الإسرائيلية عند الحدود في جنوب لبنان أو في شمال إسرائيل. وجاء في بيان للحزب أن عناصره يستهدفون تجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المواقع والتكنات العسكرية على طول الحدود، وأيضا في المستوطنات والمدن المحتلة في الشمال باستخدام مختلف أنواع صواريخ. استقبل المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وفد التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموية. وخلال اللقاء أشاد وزير الشؤون النيابية بالدور الحيوي الذي يلعبه التحالف الوطني في تعزيز التضامن المجتمعي، مؤكدا على أن التحالف يمثل نموذجا جديدا للتكامل بين أبناء الوطن، حيث نجح في الوصول إلى الفئة الأولى بالرعاية في جميع المحافظات دون استثناء، ومن خلال مبادرات ومساعدات شملت كافة فئات المجتمع المصري بمختلف المجالات. كما أشاد الوزير بالدور المحوري الذي يلعبه التحالف في دعم الأشقاء في السودان وفلسطين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها. أكد حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على مكانة مصر الرفيعة في قلبه، موضحا أن مصر كانت ولا تزال جزءا كبيرا من تشكيل هويته الشخصية والفكرية.
وعقب تسلمه جائزة النيل للمبدعين العرب من وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، أشاد القاسمي بالجهود المبذولة تحت القيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى التحديات التي تواجهها مصر من مختلف الجهات، وأكد أن مصر تسير في الطريق السليم وهي الملاذ الآمن لنا جميعا. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. علي أفضل الصلاة والسلام، بنرحب بحضراتكم من جديد. يعني الصحة هي أفضل ما أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بها، كمان حث الإنسان على أنه يحافظ عليها وعدم الإضرار بها. في المقابل بنشوف للأسف ناس كتير بتدمر صحتها بإيديها وتلاقيهم مهملين فيها. يعني في ناس بالتأكيد حريصة أن تخلي بالها من نفسها، لكن في ناس تانية للأسف بتضر بالقصد كده بنفسها، زي البعض اللي بيتناول المخدرات، بعض تاني بياكل أكل مثلا طول الوقت غير صحي، بيدمر نفسه وما بيهتمش بصحته. كيفية الحفاظ على صحة الإنسان؟ هل الإنسان بيتحاسب على ده؟ بيتحاسب أنه هو بيضر بصحته؟ يعني طب وإيه مدى الإضرار بداية؟ صحيح. يا محمد يعني أسئلة كتيرة قوي. هل ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبنا أن احنا بناخدش صحيح. بالنا من نفسنا من صحتنا؟ بس أنت يعني من مقاصد الشريعة حفظ النفس، ده مقصد أهم وهو من المقاصد الأولى للشريعة، حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ الجسد، كل دي من المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية. حكم الإنسان اللي بيضر بشكل عمدي بصحته، بيهمل بصحته، هل بيساءل بيحاسب على ده؟ ده اللي هنتعرف عليه من مولانا الشيخ عبد الرحمن محمد عبد الصادق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اللي منورنا وشرفنا في الفقرة الدينية لصباح الخير يا مصر يوم الجمعة. أهلا بك. أهلا بحضرتك. منورنا وشرفنا المشاهدين. زي ما احنا عارفين دايما أنه حفظ النفس مقصد أساسي من مقاصد الشريعة، إلى جانب طبعا حفظ العقل والمال بشكل أساسي. نتكلم على هذا المقصد، أهمية أن تحافظ على جسدك ونفسك كحفظ وكمقصد أساسي من مقاصد الشريعة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، زي ما حضرتك تفضلت أن الشريعة جات لحفظ صحة الإنسان، لأن بالإنسان هتكون كل المقومات اللي المطلوب من الإنسان يقوم بيها، من عمران، من عبادة، من كل حاجة ممكن هو يطالب بيها، لابد ان هو يكون في عنده من الصحة ما يمكنه انه يقوم بهذه التكاليف. ولذلك العلماء يقولوا ان مقصد حفظ صحة الإنسان ده مقصد المقاصد. بمعنى ايه؟ ان انا عشان احفظ هذه النفس لابد ان انا احفظ النفس واحفظ العقل واحفظ ما يكون من هذا الإنسان من نسل ومن أجيال. ثم يأتي بعد ذلك حفظ الدين وحفظ المال. صحيح. لن يكون حفظ للدين وحفظ للمال إلا بصحة جيدة وبسلامة الحواس الإنسان، وبذلك يقدر إن هو يسعى في هذه الحياة عمران وتفاعل وتأثير إيجابي ونفع إيجابي. ومن هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا على هذه النعمة العظيمة، وإن في كتير يهملوا فيها، وإن في كتير لا يقدرها حق قدرها، فيقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني الكلام الجميل ده، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه الإنسان بتاجر ورأس ماله هو الصحة والوقت. إذا استثمر هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى أكيد هيكون من الرابحين. ضيع وأهمل، لا شك أنه هو هيخسر رأس ماله وهيروح سودة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحثنا على اغتنام هذه النعمة ويقول: اغتنم خمسا قبل خمس، ويذكر منها صلى الله عليه وسلم: وخذ واغتنم من صحتك لمرضك، واغتنم العافية في وقت العافية قبل أن تأتي للآفات أو المعوقات التي تعوق الإنسان عن أنه يسعى في هذه الحياة.
هذا المعنى العظيم يعني منتشر في كثير من الآيات والأحاديث، حتى يعني تشيع في الحكم أن هذه الصحة وهي نعمة عظيمة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه ولا يشعر به إلا من يفقد هذه النعمة. وحتى الشاعر يقول: إني وإن كان حب المال يعجبني فليس يعدل عندي صحة الجسد. يعني مهما نذكر من نعم تانية كتير، مال وغيره وغيره، إلا إن تبقى صحة الجسد النعمة الأولى هي والأهم. الرقم واحد. عن عمره فيما أفناه. يعني خليني أقول حاجة، إنه البعض يقول أنا ما بضرش حد، أنا بضر نفسي، فليه اتحاسب؟ ما أنا يعني أنا لو أنا مثلا، بعض الناس تقول لك أنا بشرب سجاير أو أنا بشرب مخدرات، أنا ما بضرش حد، أنا بضر نفسي. ربنا بيحاسبنا إزاي على ده؟ هو يجب إن احنا نفهم أولا أن هذا الجسد وصحته وسلامه نعمة ومسؤولية وأمانة. يعني مش الإنسان حر طليق كده يتصرف فيها كيف ما شاء، بيقول أنا بتناول شيء يؤثر علي أنا وفقط. لا، هي مش ملكك، نفسك ديت وبدنك وسلامة حواسك مش ملك لك، أن أنت واخد حاجة على بياض كده أن أنت تفعل به ما تشاء. أنت مقيد بأن هذه أمانة يعني أعطاها الله لك ومنحها لك، في حين أنه في آخرين فقدوا هذه النعمة. ستسأل عن نعمة العافية ونعمة صحة البدن ونعمة سلامة الحواس، أن أنت استعملتها في إيه، أضريت بها ليه، وهي ما كانش ليك حق الاعتداء على هذه النفس الإنسانية المكرمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. يعني الإنسان ما يفعلش ما به هلاك نفسه ولا الآخرين يعتدوا على هذا الإنسان، اللي هو يعني أعظم حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها. طب من يفرط في التعامل مع جسده أو مع صحته ويختر بصحته أحيانا، يقول لك طب أنا يعني لسه قدامي العمر أو غيره، على قناعة أنه ممكن يعوض ما يحدثه من ضرر في المستقبل، الناس دول أو الأشخاص دول اللي هم عندهم حالة من حالة الغرور بالصحة أو الغرور بالعافية، الشرع بينظر إليهم إزاي؟ الشرع بيقول لهم: خلي بالكم، أنتوا دلوقتي في هذه الأمانة، في امتحان ومسؤولية ومساءلة ستسألون عنها، فالإنسان يقدر هذه النعمة ولا يغتر بوقت الصحة والشباب إن هو يضيعه. صحيح. إن هو يهمل فيه، إن هو يتعدى عليه. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر صلى الله عليه وسلم عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. يعني هذا الشباب اللي هو ذروة النشاط والجد والاجتهاد والصحة والعافية، وظفته في إيه؟ إذا كنت في وقت صغرك أو في وقت كبرك أنت معذور بالصغر أو بالكبر، فأنت في وقت الشباب ما كانش يليق أن أنت تهمل أو تغتر أو تضيع هذه الصحة فيما لا يفيد وفيما لا يبني ولا ينفع النفس ولا المجتمع. ولذلك يعني هذه النعمة يقولوا هي موجودة مجهولة، محدش يقدرها قدرها، تعرف عندما تفقد. صحيح. عندما تكون مفقودة ساعة المرض أو الفقد نعرف ونقدرها قدرها. طيب، هل حكم الدين على المخدرات أو على من يتناول المخدرات زي الخمر كده بأنها بتذهب العقل؟ نعم، احنا نقول ان كل ما يثبت انه هو ضار بالإنسان، هذا المخلوق المكرم، حرمت ومنعت منه الشريعة الغراء، ومنعت المكلفين ان هم يقدموا على ما فيه اضرار بنفسهم او بغيرهم. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا ضرر ولا ضرار. يعني الإنسان لا يضر نفسه ولا يجوز له انه يضر الآخرين، لا يجوز انه يعتدي على نفسه بما يتلفها او يهلكها او يعطل او يقلل كفاءة الحواس وسلامتها، ولا انه يعتدي على الآخرين ولا انه يضر بهم. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا هذا المعنى: ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. يبقى الإنسان ما فيه هلكة، ما فيه ضرر، ما فيه أذى لنفسه أو للآخرين، لا يجوز أنه يقدم عليه ولا يجوز أنه هو يتجرأ على هذه النفس اللي هي نفسه
أو نفس الآخرين اللي ربنا سبحانه وتعالى كفل لها العصمة والحفظ ومنع أي اعتداء، حماها من أي اعتداء ممكن أنه هو يقع عليه. تقدير الضرر بيكون نسبي، بيختلف من شخص لآخر. يعني ممكن حد يرى الضرر في الإفراط في الطعام الأكل مثلا، حد إفراط في شرب القهوة مثلا، في التدخين في غيره. هل في مقياس أو معيار لتحديد أن هذا الأمر ضار وسيترتب عليه محاسبة فيما بعد؟ ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا قانون عظيم بيقول فيه ربنا سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فحد الإسراف ومجاوزة الاعتدال في أي شيء يضر بالإنسان، ومن هنا منعت منه الشريعة. ولذلك كانت هذه الآية وهذا القانون جامع في ما فيه صحة الإنسان ومانع إن هو يضر بنفسه أو يعني يقع فيما يؤذي هذه النفس. حتى في الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه ثلث لشرابه وثلث لنفسه، عشان يعطي هذه النفس حقوقها، عشان لا يظلمها لا يتعدى عليها، يعطيها ما يقيمها ما يحفظها ما به تكون سلامتها، ويمنع عنها ما يضرها من إسراف من مجاوزة الاعتدال. حتى وإن كان الشيء في أصل مباح، لكن مجاوزة حد الاعتدال فيه منعت منه الشريعة. فإحنا بنتكلم عن الأكل والشرب اللي هو في الطبيعي مباح وحلال، لكن الشريعة نبهت على أن الإنسان لا يتجاوز حد الاعتدال فيضر نفسه ويضر صحته اللي هي أمانة، واتفقنا أنها نسأل عنها أمام الله عز وجل. طب ده بقى بالنسبة للي بيضر نفسه وبيضر صحته، اللي بيقدم خدمة تضر بيها غيره وتضر صحة غيره حكمه إيه في الإسلام؟ لا شك أن ده مما حرمته الشريعة ومنعت منه، أن احنا قلنا لا يجوز للإنسان أن هو يضر بنفسه ولا يضر بالآخرين ولا يساعد ولا يقدم ما فيه إضرار للآخرين، لأن ده يعني في نوع من الاعتداء حتى وإن كان اعتداء غير مباشر. أنا لما قدمت هذا الشيء الضار أو المؤذي أو الذي يعود سلبا على صحة الناس وعلى صحة الأفراد، حرمت منه الشريعة الإسلامية ومنعت أن الإنسان يكون يعني حلقة مما فيه إثم وعدوان. البعض بيبرر يقول أنا مالي، أنا بقدم خدمة، هم اللي جولي لغاية عندي وطالبين مني الخدمة دي فأنا بقدمها. الإسلام نبه على أن الإنسان يحرص على الكسب الطيب، والكسب الطيب معناه إيه؟ إن الإنسان لا يقدم ولا يتاجر ولا يبيع إلا ما هو حلال من وجهة وعن ماله من أين اكتسبه، ولذلك هيسأل عن ماله زي ما حضرتك بتقولي، وعن ماله وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. فلذلك الإنسان ما يغترش إن هو بيقدم شيء ويقول ده هو اللي طلب ده هو اللي، لا، أنت محاسب كما هو أيضا محاسب، محاسب على أن أنت اكتسبت من كسب غير طيب، كسب حرام، كسب لا يرضي الله عز وجل، وقدمت ما فيه إتلاف للنفس الإنسانية اللي ربنا سبحانه وتعالى حفظها وكفل لها كافة السلام. طب حابين من حضرتك حتى نوضح للسادة المشاهدين هذه الأمانة أو النفس اللي احنا هنسأل عليها يوم القيامة، أهمية الحفاظ على النفس ليس فقط بشكل ذاتي، أنا أحافظ على نفسي ليس لي ولكن للمجتمع، لأنه مهمة ووظيفة الإنسان على الأرض أن يعمر هذه الأرض. فعايزين نوضح الجانب ده، أنه الحفاظ على النفس ليس حفاظا فقط بشكل ذاتي، ولكن ده لخدمة المجتمع وأهل بيتك والناس وكل من يمكن أن ينتفع بك. زي ما حضرتك تفضلت انه ما فيش اي مهمه من المهام الدينيه والدنيويه يمكن ان انا اقوم بها الا من خلال صحه الجسد وسلامه الحواس، ان انا اقوم بعبادات مطلوبه مني من صلاه من صيام من حج، ان انا اقوم تجاه نفسي وتجاه ما هو مطلوب مني ان انا مسؤول عنه اسرتي اهل بيتي، اسعى واكتسب وانفق عليهم، ان انا مطالب امام مجتمعي بمتطلبات ان انا انفع واعمر وابني وامنع
أي يعني أنواع من أنواع الاعتداء على هذا الوطن لن يكون إلا بسواعد قوية وحواس سليمة وعقول يعني بنيت بناء علميا سليما. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يبقى قوة وسواعد أبناء هذا الوطن شيء مهم جدا لحفظ وسلامة الأوطان، لحفظ المجتمعات، للقيام بكل بناء وتعمير وعمران ونفع للنفس وللناس وللمجتمع. ده مطلوب أن الإنسان يحافظ عليه ويعني يقوم بما أمرت به الشريعة في كل جانب، يحفظ هذه النفس وفي كل جانب أيضا منعت أنه يأتي منه ضرر أو اعتداء أو أذى على هذه النفس اللي هيكون بها كل هذه الأشياء اللي احنا بنطلبها من سلامة وحفظ الأوطان وقوتها، وأن هي تكون متسنمة السنام العز والمجد والريادة والنهضة. كل أم النهاردة بتقعد تفكر أنا يعني أقدر أزرع إيه في ولادي فيكبروا ما يتأثروش بال يعني ما يمليه عليه سواء الصحاب او زي ابني ما يتأثرش بالصحاب، صحاب السوء او اللي بيشوفه على السوشيال ميديا او حتى مجتمع من حواليه ايا كان هو بيمر بايه من مرحله سنيه او غيره او غيره. الاولاد في سن صغير شويه في مرحله المراهقه بيحبوا يجربوا الحاجات اللي هي زي السجاير، ساعات كثيره مخدرات، الحاجات دي. ازرع ايه في ابني من صغره عشان احميه من الافكار دي واحميه من اصحاب السوء واحميه ان هو ينخرط في مثل هذه يعني الممارسات اللي ممكن تضر بيه في المستقبل يضمن او يدخل الحاجات دي كلها. جميل جدا ملمح ان احنا اولادنا وهم امانه هنسال عليهم امام الله عز وجل، جمع الصحه والعافيه نعمهم وامانه سنسال عنها امام الله عز وجل. اول حاجه ما يجب تجاه هذه النعمه العظيمه نعمه الاولاد وحفظهم وحفظ صحتهم وسلامتهم، اللي ده مطلوب ان اولويه من الاولويات اللي بتقوم عليها الاسر. أول حاجة أن أنا أكون قدوة صالحة ونافعة أمام ابني سواء الأب أو الأم، أن هو ما يكونش فيه عنده عادات سيئة بيستهتر بيها بيعملها ويقول أنا كبير أنا المسؤول، أما ابني أنت ما تعملش ما تشوفش أو ما تقلدنيش. لا، هو إحنا قدوة لأولادنا، ومهما نقول من كلام هم لا يقتنعون إلا بما يروه بأعينهم. يبقى الأب والأم ياخدوا بالهم إن هم قدوة، يبقى يبتعدوا أول ما يبتعدوا عن العادات السيئة، عن ما فيه استهتار وعما فيه اعتداء على هذه الصحة والعافية اللي هي أمانة ونعمة سنسأل عنها أمام الله. الأمر الثاني بما يخص أولادنا، هيمروا بمراحل ولهم أصدقاء وأصحاب، أنا أغرس في ابني إزاي إنه يكون عنده ثقة بنفسه. ثقة يعني إيه؟ هو معتد بذاته، بتفكيره، بقناعاته، بقيمه اللي تربى عليها، ان النفس دي شيء عظيم، حفظها وسلامتها أمانة سنسأل عنها. لما أغرس في هذه القيم وهذه المعاني أكيد لما هيشوف صديق أو هيشوف موقف أو هيشوف أي حاجة قدامه مش هيسعى أن هو يجربها من باب الفضول، لأنه هو له قناعات وقيم تربى عليها وتأصلت فيه وغرست فيه قدوة صالحة أمامه في البيت وأب وأم وكل الدائرة المحيطة. جميل. بتحفظ هذه النفس وتحفظ سلامتها، يبقى هو عنده ثقة في نفسه، عنده ثقة فيما يقتنع به، مش هيجري إن هو يجرب الحاجة دي عشان يثبت رجولته أو هيشرب الحاجة دي عشان يثبت إن هو يعني البطل. لا، هو مقتنع بذاته. صحيح. مقتنع بمبادئه اللي احنا بنقول، ويجب ان الاسر ترسخها في ضمير واولادها وبداخلهم. ربنا يديم الصحه والعافيه على الجميع، هي النعمه الاهم والمقصد المقاصد زي ما حضرتك قلت وزي ما قال رسولنا الكريم، يعني من اصبح امنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه كانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم. فهي نعمة الدنيا الأولى هي نعمة الصحة. وأشكرك شكرا جزيلا الشيخ عبد الرحمن محمد عبد الصادق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، نورتنا وشرفتنا يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا ليك يا فندم. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع من بعد ونكمل بقية فقراتنا، خليكم معانا.
بنصبح على حضراتكم مرة تانية. دلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. بعثت الأهلي وصلت الإمارات للمشاركة في السوبر المصري المقرر إقامتها في الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري. وخاض فريق الأهلي مران الختامي في القاهرة على ملعب التتش قبل السفر إلى الإمارات استعدادا لبطولة كأس السوبر المصري. الفحوصات الأولية اللي خضع ليها يحيى الدرع لاعب فريق فيسبرام المجرية ومنتخب مصر لكرة اليد أثبتت تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وده خلال مشاركته في أحد مباريات فريقه بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد أثناء مواجهة فيدريكا الدنماركي. لاعب نادي الزمالك أدوا تدريبات بدنية خاصة في بداية ميران اللي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت استعدادا لبطولة السوبر المحلي تحت إشراف جواو ميجل مخطط الأحمال بالفريق. وتضمنت تدريبات خفيفة حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد بعد الوصول إلى الإمارات. فريق حرس الحدود تعادل سلبيا مع فريق الاتحاد السكندري في إطار الاستعداد لبطولة للدوري العام وتجهيز اللاعبين من خلال سلسلة مباريات ودية وقوية. الدولي المصري عمر مرموش مهاجم أينتراخت فرانكفورت توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن شهر سبتمبر الماضي، وحصد الفرعون المصري مرموش جائزة الأفضل في الشهر ببطولة الدوري الألماني المرة الأولى في مسيرته، ده بعد ما نجح في تسجيل 5 أهداف خلال سبتمبر المنتهي. نجم منتخب الأرجنتين ولاعب إنتر ميامي الأمريكي لانيال ميسي توج بجائزة الأكثر حصولا على الألقاب في تاريخ كرة القدم مقدمة من صحيفة ماركا الإسبانية. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمحمد باسانت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. امبارح اكتمل وصول الأندية الأربعة للإمارات من أجل التنافس على كأس السوبر المصري من الفترة 20 ل 24 أكتوبر الجاري في مدينة أبوظبي الإماراتية. كان سيراميكا أول الواصلين لدولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي لإقامة معسكر استعداد للفريق، فيما وصل امبارح الأهلي والزمالك وبيراميدز، وده قبل 3 أيام من انطلاق البطولة. النهارده هنتكلم عن كواليس استعدادات الفرق لمباريات السوبر وازاي هيتعامل معاها المدربين، كل ده هنعرفه من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو سيف الحسيني الناقد الرياضي. اهلا بيك يا سيف. صباح الخير يا سند. صباح الخير يا محمد. صباح الخير عليك. يعني في البدايه كلمنا كده عن كواليس تدريب النادي الاهلي امبارح قبل السفر للامارات. طبعا النادي الاهلي بيستعد بقوه للسوبر المصري، طبعا عارفين ان الاهلي معسكر كان معسكر مغلق في تكتم كامل من ساعه المدير الرياضي الجديد لما جه محمد رمضان فرض سريه كامله على تدريبات النادي الاهلي، كان في حرص كامل على التركيز من ساعه السوبر الافريقي. الاتجاه في النادي الاهلي ان لازم يكون في رد قوي بعد خساره السوبر الافريقي قدام الزمالك. طبعا التدريبات كانت قويه جدا، يعني كان بيقول ان كولر يعني احتمال يكون في تغيير بسيط في التشكيل بتاع النادي الاهلي وفي بعض حاجات خططيه كولر كان بيلعب عليها في التدريبات، زي ان هو ممكن يستخدم اشرف داري الصفقه الجديده لسه ما لعبتش المغربي، المدافع المغربي يبدا اساسي برضو بيمتاز بالرأسيات وبالرأسيات القويه، فهيكون سلاح لكولر في الماتشات بتاعه السوبر المصري. الاهلي طبعا ما فيش غيابات، كامل الصفوف شفنا القائمه ازاي كامله باستثناء محمد هاني. الشناوي لا جاهز ان شاء الله، اصابه جرح خفيف في الراس، هيشارك ان شاء الله اساسي، هو خد راحه من التدريبات وهيشارك بقى في الامارات في التدريب الاخير. لكن كله جاهز معاه. طبعا محمد هاني احنا عارفين اصابته من السوبر افريقي بالقطع جزئي في الرباط الصليبي، فيعتبر صفوف النادي الاهلي كامله لمواجهه السوبر. يعني الماتش اللي جاي هيكون قدام سيراميكا. شايف الماتش ده ازاي وكولر ممكن بيفكر بطريقه او خطه لعب ازاي؟ شايف ان الماتش طبعا مش هنقول سهل، لان احنا البطوله دي تاني نظام، يعني تاني سنه في النظام الجديد اللي هو 4 فرق، فاحنا شايفين السنه دي ال4 فرق اللي بيشاركوا السنه دي اقوياء جدا من اقوى اربع فرق السنه اللي فاتت، طبعا القطبين الاهلي والزمالك وسيراميكا وبيراميدز. طبعا بيراميدز بطل كاس مصر وسيراميكا بطل كاس الرابطه، فاحنا بنتكلم عن القوه الكبيره في الدوري كانت السنه اللي فاتت، ابطال كلهم
سيراميكا خصم قوي جدا احرج الاهلي والزمالك وبيراميدز السنه اللي فاتت، معاه لعيبه قويه جدا، معاه مدرب كبير جدا، مدرب محترم كابتن ايمن رمادي. شايف ان هو هيبقى ماتش برده صعب على النادي الاهلي. النادي الاهلي داخل عايز يعوض الخساره بتاعه السوبر افريقي، وتركيزه كله اهم حاجه ما يكونش تركيزه ان هو يوصل عشان يقابل نهائي الزمالك. طبعا الاهلي والزمالك بيفكروا ان هم يقابلوا بعض في النهائي، فطبعا ما يحصلش نفس الاخطاء اللي حصلت قبل كده. فشايف لا، هيبقى ماتش صعب جدا جدا على النادي الاهلي، مش هيكون سهل من الدقيقه الاولى. ممكن الاختلاف يكون الاهلي ان هو كان جاهز في المنتشر الوديه، كان لعب اكتر من ماتش ودي، سيراميكا يعتبر ما لعبش مباريات وديه، فممكن يكون لسه برضو التوليفه الجديده في لعيبه كتيره مشيت من سيراميكا ولعيبه جت جديده، جابوا اسماء قويه وكده. لكن لما الفرقه تبدا بسوبر مصري زي بطوله زي السوبر المصري وقدام النادي الاهلي بتوليفه جديده مع اللعيبه، بتبقى لسه في بعض الانسجام شويه ما بين اللاعبين. فشايف ان الماتش هيكون 50-50 ما بين الفرقتين يعني. طب تجهيزات النادي الاهلي عامله ازاي؟ النادي الاهلي كولر اكيد مش كولر، طبعا احنا عارفين الفتره اللي فاتت ما بيغيرش من طريقه لعبه اللي هي 4-3-3، لكن التفصيله الوحيده هتكون ما بين قلوب الدفاع. فاحنا بنتكلم في ممكن اشرف داري يبدا جنب رامي ربيعه بدل ياسر ابراهيم، ممكن برضو في الجبهه اليمين محمد هاني مين هيعوض محمد هاني، ده ابرز عنوان للنادي الاهلي في تشكيلته الاساسيه. المفاضله ما بين طبعا عمر كمال وخالد عبد الفتاح في الناحيه اليمين، شفنا ازاي خالد عبد الفتاح لعب السنه اللي فاتت، اخر السنه اللي فاتت كان كويس جدا جدا ما لعب اساسي. طبعا عمر كمال خبرات كبيره وشارك في السوبر افريقي بدل اصابه هاني، لكن يعني المصادر بتقول ان خالد عبد الفتاح هو اللي ممكن يبدا نظرا لخبراته. برضه عمر كمال خبره وكل حاجه، لكن خالد عبد الفتاح خد كتير مع الاهلي في المركز ده وادى بشكل دفاعي كويس برضه. اعتقد ان خالد عبد الفتاح، وانا احبذ ان خالد عبد الفتاح يبدا الماتش، نظرا برضه ان الماتش مش هيبقى بالقوه البدنيه اللي زي اكنه مش ماتش البيراميدز او الزمالك. فخالد عبد الفتاح هيبدا، وطبعا الثلاثي بتاع الوسط اكرم ومروان وامام عاشور، وقدام هيبقى بيرسي تياو وحسين الشحات وسام ابو علي. قبل ما نروح لماتش الزمالك وبيراميدز، عايزين بس نستنى شويه كده معاك في ماتش الاهلي وسيراميكا. هل سيراميكا ممكن يعمل اي مفاجاه في الماتش ده؟ وتشكيل سيراميكا هيكون عامل ازاي؟ زي ما قلت لك يا محمد، سيراميكا فريق قوي، وكابتن ايمن رمادي كابتن خططي وكويس جدا، بيقدر شفنا ماتشات كويسه قوي يعني. كابتن اثبت كفاءته جدا، بيقدر ازاي يلعب قدام الخصم القوي. سيراميكا طبعا في لعيبه كتيره مشيت، ابرز اللعيبه اللي هتبقى اساسيه طبعا القندوسي لاعب الاهلي المعار الجزائري، هيكون موجود قدام هيكون قدام المهاجم الافريقي بتاعهم. في لعيبه تانية برضو هم ضموا صفقات جديده، طبعا زلاكا طموا ثلاثي بيراميدز زلاكا وفخري لقاي، اعتقد هيبقى ابرز لعيب عندهم فخري لقاي من بيراميدز، كان شفنا ازاي لعيب كان قوي جدا في بيراميدز يعني، فاعتقد ده هيبقى ابرز اللعيبه. وحسين السيد باك شمال بتاع النادي الاهلي السابق، فعندهم مجموعه كويسه من اللعيبه، اعتقد ان هم هيجالوا النادي الاهلي في الماتش يعني. انت شايف ان المباراه 50-50 يعني؟ نسبه فوز سيراميكا مش بعيده. طبعا طبعا. طيب نروح للزمالك بقى، يعني بطل السوبر. وخلينا نعرف يعني التدريبات اللي كان بيتمرنها عامله ازاي، استعداداته عامله ازاي امام بيراميدز، ايه الجديد اللي ممكن نشوفه لو فيه؟ طبعا المعنويات في الزمالك مرتفعة عالية جدا يعني، طبعا في السماء زي ما احنا عارفين، لكن خلينا نقول ان هي ما تبقاش تيجي بالعكس عليهم يعني. المعنويات المرتفعة دي ما تجيش بالعكس طبعا، وبالاخص قدام خصم زي بيراميدز، برضه ما يفكرش زي الاهلي ان هو هيروح ويقابل الاهلي في النهائي. طبعا شفنا متوشة الزمالك وبيراميدز عاملة ازاي السنين اللي فاتت، متوشة قوية جدا، وبالذات الزمالك كان يعني زي ما بنقول بالكورة كده كعبه عالي على بيراميدز المتوشة اللي فاتت. في تاريخ اللقاءات ما بين الزمالك وبيراميدز، الزمالك كعبه اعلى من بيراميدز في المطوشه، حتى لما يكون بيراميدز مثلا مسيطر في المباراه، لكن بنشوف الزمالك ازاي بيقدر يرجع للماتش. الزمالك استعداداته ما كانتش افضل حاجه، بس شفنا ازاي في المطوشه الوديه خسر وتعادل، ما كسبش في المطوشه الوديه اللي هو لعبها، ما كانتش افضل حاجه، لكن
كانت تجربة لبعض العناصر الجديدة والصفقات اللي لسه ما شاركتش، اللعيب الجديد اللي الزمالك جابه تحت السن المدافع كوستا، ده ممكن يكون مفاجأة جوميس في التشكيل، ممكن يلعب بدال حمزة المسلوسي أو حسام عبد المجيد في خط الدفاع. طبعا كان في راحه للدوليين زي محمد شحاته وطبعا دونجا هيغيب، ده برده من نبيل عماد. دونجا هيلعب هيغيب يعني عشان لا هيغيب بشكل 90% هيغيب، وهيعوضه محمد شحاته في النص. هيكون مكانه ايه بقى؟ مين اللي هينزل مكانه؟ هيكون محمد شحاته هيبدا في النص، وكده كده الزمالك بيلعب بعمر جابر باك يمين زي في السوبر الافريقي، والشمال هيبقى موجود المغربي بن طايك، محمود بن طايك. وطبعا زيزو كان خد راحه بعد الماتش مع ماتش مصر ومنتخب مصر، فالتشكيل زي ما هو هيكون، ممكن يكون مفاجاه. الغيابات ابرز الغيابات في نادي الزمالك دونجا، هو دونجا ابرز غياب هو دونجا. طبعا الزمالك واعتقد ان هو هياثر بنسبه، مش هتبقى بنسبه كبيره قوي، لكن هياثر، لان دونجا لعيب سته قوي جدا، بالذات لما بيلعب جنبيه عبد الله السعيد وناصر ماهر بياخدوا حريتهم في الحركه اكتر، فهو يعتبر هو اللي بيغطي المساحات الاكبر في الملعب. لكن اعتقد مش يعني تعويضه بمحمد شحاته، طبعا الفتره اللي فاتت هو ما لعبش، محمد شحاته نزل كبديل في السوبر افريقي وما لعبش كتير مع منتخب مصر، فكان غايب عن الفتره دي، بالاخص هو كان بيلعب باك يمين مع الزمالك الفتره اللي فاتت، فممكن يكون حساسيه المطوشه في مركز سته ما يكونش عنده قويه قوي. فلكن ما اعتقد يعني غياب مش هياثر بنسبه كبيره يعني. القوام الاساسي الموجود بتاع نادي الزمالك موجود، زيزو، ممكن برضو نشوف وجه جديد، مش لاك هو لاعب في السوبر الافريقي، اللعيب الجديد بتاع نادي الزمالك، الصفقه الاجنبيه، ممكن يلعب ناحيه الشمال بدل مصطفى شلبي برضو كتجربه. مين اللي هيلعب؟ مش لاك، البولندي مش لاك، لعيب قوي جدا نزل في السوبر الافريقي ناحيه الشمال، لعيب سريع جدا برضو، اثبت كفاءته في المطوشه الوديه، ممكن نشوفه لانه احرز اهداف في المطوشه الوديه، فممكن نشوفه برضو اساسي. وطبعا سيف الجزيري المهاجم اساسي، وزيزو والخط الدفاع ثابت زي ما قلنا، وهيكون ممكن المفاجاه تكون اللي هو المدافع الغاني ده كتجربه، لو قدم مستوى كويس او شارك في ربع ساعه لو الزمالك فايز وقدم مستوى كويس يكون اساسي قدام النادي الاهلي، ويكون مفاجاه بتاعت جوميز يعني. طيب في كلام بيقول ان رمضان صبحي ينتقل لنادي الزمالك، هل تتوقع ان ده يحصل؟ ولو حصل هل ده هياثر على الفرقتين؟ والله يا رمضان صبحي ونادي الزمالك الاقاويل كتيره في مش في الميركاتو ده بس، لا السنين اللي فاتت يعني، طبعا بيربطوا اسمه دايما بالنادي الكبير اللي موجود. طبعا الاهلي كان اغلق الملف ده، لكن هي المفاجاه ان الاهلي مش ما اغلقش ملف رمضان صبحي خالص، الاهلي فاتح الباب قدام رمضان صبحي في السنين الجايه، لكن هي ازاي انت ترجع علاقتك بيه النادي الاهلي. لكن طبعا الزمالك زي ما شفنا الموضوع مغلق بالنسبه لرمضان صبحي، هو قال ان انا مش عايز ارجع، مش هلعب للزمالك، ومش قال لبيراميدز ان هو مش هيتفاوض مع الزمالك، وانه قفل الملف ده خالص. وسريا بقى يعني ممكن قدام نشوفه في الاهلي، ممكن السنه الجايه، ممكن السنه اللي بعدها، لكن لو يعني عمل تصالح مع الجماهير بشكل يعني يليق. تتوقع سيف مين هيكون في حراسه المرمى للزمالك، صبحي ولا عواد؟ هو صبحي شارك مع الزمالك وجاهز فنيا، لكن اتوقع ان جوميز هيستمر بعواد بعد تألقه في السوبر الافريقي يعني. بيراميدز بقى الناحيه الثانيه، شايف الصفقات الجديده اللي موجوده في فريق بيراميدز والتشكيل، وهيلعب ازاي قدام الزمالك؟ صراحه بيراميدز الصفقات اللي عملها جديده خلت السكواد بتاعه اقوى بكتير جدا من السنه اللي فاتت، اضافات قويه جدا جدا جدا، ابرزهم يعني خلينا نقول ان صديق اوجولا هو ابرز صفقه لنادي البيراميدز، عبد الرحمن مجدي مكسب كبير جدا، لان هو كان رايح نادي الزمالك، لكن بيراميدز قدر يخطف الصفقه، لعيب قوي جدا جدا جدا، بيلعب جناح وبيلعب على الجناحين وبيلعب مهاجم، فلعيب قوي جدا، واعتقد ان هو هيكون الورقه الرابحه لبيراميدز قدام الزمالك. صفوف مكتمله، اللعيبه كلها رجعت، اللعيبه كلها جاهزه، رمضان صبحي، صديق جول، عبد الرحمن مجدي، لاعب اسماعيلي، اللي مصطفى فتحي، يعني سكواد قوي جدا 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 في الملعب. حتى لو اللي في الملعب ال 11 اللي بدا في 3-4 مش خارج الخدمه، ممكن اللي ينزل اسامي اقوى من اللي موجوده في الملعب اصلا. فلا شايف مهمه الزمالك هتكون صعبه جدا بالذات بالسكواد. طبعا بيراميدز كان في معسكر تحضيري في تركيا ولعب مطوشه وفاز ماتش 18-0،
فالموضوع بالنسبة لهم اللعبة كلها جاهزة، اللعبة كلها شاركت، كل المدرب بتاعهم الكرواتي استقر على يعتبر على نسبة كبيرة من التشكيل، استقر شاف على كل اللعبة، كل اللعبة جاهزة. فأعتقد أن بيراميدز داخل يعني السوبر المصري بكل قوة، عايز برضو يضيف بطولة جديدة ليه، زي ما هو خد كاس مصر كانت أول بطولة، فهو عايز يبقى دي بداية البطولات ليه، فليه لأ. طبعا الزمالك يعني خصم خلاص بقت ماتش قمه زيه زي الاهلي والزمالك، فاعتقد ان برضه هتبقى النسبه 50-50 ما بين بيراميدز والزمالك، لكن انا برجح. بس انت كنت لسه قايل الزمالك كعبه اعلى شويه. كعبه اعلى لكن النسبه 50-50، انا شايف دايما كعبه اعلى لكن النسبه 50-50. حتى الاثباتات السنين اللي فاتت برضه، حتى ما بيخشوا ماتشات قويه مع بعض الزمالك برضه بيكسب، لكن يعني كاو سكواد صراحه هو تقيل جدا، تقيل جدا. مباراه صعبه يعني. مباراه صعبه على الزمالك جدا جدا يعني. طيب الـ يعني مين في نهائي السوبر، مين في نهائي البطوله، يعني مين النهارده بقى بتتوقع كده يعني هم دول اللي هيوصلوا للنهائي؟ والله لو هنتكلم يعني هو الاهلي والزمالك، يعني بطوله شارك فيها الاهلي والزمالك، فاكيد بس الاهلي بس يحصل مفاجاه اكيد يعني، احنا ممكن ما نشوفش الاهلي والزمالك، احنا عايزين الاهلي ما اقدرش احسن ان اقول ممكن ما نشوفش الاهلي والزمالك، فده اللي المفروض يوصل للعيبه ان هم لا لازم يكون في تركيز، ما ينفعش نسبق الاحداث بسرعه، ويتعلموا من الدرس اللي زي ما شفنا في السوبر الافريقي. بس بيراميدز يتخاف منه؟ ايه طبعا اكيد اكيد اكيد، بيراميدز خصم قوي، بالذات بيراميدز كان خصم عنيد جدا السنين اللي فاتت، وبالاخص السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت بيراميدز كان من اصعب الخصوم على النادي الاهلي بالاخص، يعتبر بيراميدز اقوى فرقه لعبت الاهلي السنه اللي فاتت، يعني تعبت النادي الاهلي وتعبت الزمالك جامد جدا، فبيراميدز هيكون عنده دافع كبير حتى بعد لو عدى الزمالك كمان، فان هو يخش قدام الاهلي لو عدى الزمالك فده هيكون دافع اكبر ليه ان هو ياخد البطوله. جميل. طيب نروح بقى للمشهد نفسه في ابو ظبي، احنا بنتكلم البطوله من 20 لـ24 اربع ايام السوبر، شايف ازاي التنظيم والاستعدادات الخاصه لانطلاقها؟ طبعا ابو ظبي مش جديد عليها تنظيم السوبر، شوف التنظيم بتاعها رائع ازاي والاستقبال كان عامل ازاي، شيء جميل جدا. الاستادات طبعا والجمهور كمان هناك جميل، والجمهور طبعا الجمهور المصري دايما في الدول العربيه بالاخص السعوديه والامارات بيبقى جمهور كبير جدا، ونشوف الحضور، ودي كانت بتبقى احسن حاجه دايما. برضو المنظمين المصريين دايما بياكدوا عليها انه لا هنلعب في السعوديه او الامارات ضامنين الجمهور، الحشد الجماهيري اللي موجود القوي جدا، تنظيم رائع جدا. طبعا يعني البطوله هتبقى احلى كمان، خصوصا اربع فرق اسامي كبيره، فهيكون في تنافسيه كبيره، هنشوف تهديف وهنشوف تنافسيه كبيره. وكمان التنظيم السنه دي مختلف، ان في الفرق مش هتمشي، اللي هيخسر مش هيمشي، لان في ثالث ورابع اليوم اللي في النص قبل النهائي هيبقى فيه ثالث ورابع اللي هو يوم 24، فكل الفرق هتلعب وهيبقى فيه جماهيريه موجوده حاضره، وهيبقى فيه حضور للثالث والرابع برضو، لو في حاله يعني لو في حاله خساره الاهلي والزمالك فبرضو لازم الجماهير هتشوف فرقها في مركز الثالث والرابع في الماتش بتاع الثالث والرابع وفي النهائي. طبعا احنا الجميل والمبسوطين منه ان احنا مش هنعتمد بس على اهلي وزمالك او انه اهلي بس هو اللي بيكسب النهارده، في الزمالك خد البطوله السوبر، في منافسه قوية ما بين الفرق المصرية، ودي الكرة اللي احنا عايزين نشوفها في الأول وفي الآخر، وده التنوع بقى اللي الجماهير عايزين يتابعوه في الماتشات، زي ما احنا كده بنقعد نتفرج على دوريات مختلفة ونقعد نبقى مبسوطين بلعبهم، النهاردة قادرين نشوف ده في الكرة المصرية، ودي أحلى حاجة. يعني كل التوفيق للفرق المصرية المشاركة، وبنشكرك يا سيف الحسيني الناقد الرياضي، كل الشكر. نورتنا يا سيف. الله يخليك. نروح مشاهدينا دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأنباء مع دينا، تفضلي يا دينا. شكرا لك بسنت. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألابارس، وحيث ثمن الرئيس السيسي المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. هذا واتفق الجانبان على أهمية زيادة الجهود الدولية خلال المرحلة الحالية لوقف التصعيد المستمر والتوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان على النحو الذي يمنع استمرار التدهور في الأوضاع الإنسانية
ويفتح الطريق نحو مسار تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. كما تناول اللقاء تأكيد عمق العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها ودفعها إلى أفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. ومن جانبه أكد الوزير الإسباني تأييد ودعم بلاده الكامل للجهود المصرية الدؤوبة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدا محورية الدور الذي تقوم به مصر إقليميا لوقف توسع دائرة الصراع ودفع جهود إرساء السلام وتحقيق الاستقرار. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف المصري الداعي لعدم توسيع دائرة الصراع بالمنطقة وضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب الشرق الأوسط. وخلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس كاراجيجي، أكد الرئيس السيسي ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين. ومن جانبه أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، مشيدا بالدور المصري في ذلك الصدد على جميع المسارات. كما نقل عراجيجي تحيات وتقدير الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان للرئيس السيسي، وهو ما ثمنه الرئيس السيسي، وتم الاتفاق على أهمية استمرار المسار الحالي لاستكشاف أفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الوقت قد حان للمضي قدما بعد مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. وأضاف بايدن أن ذلك التطور زاد من أماله تجاه أفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن المحتجزين في غزة إلى منازلهم. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار، وقال نتنياهو إن السنوار قتل في رفح على أيدي الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن هذا لا يعني نهاية الحرب في غزة بل بداية النهاية. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم إن الجميع تقريبا في قطاع غزة يتضورون جوعا وهذا وضع غير إنساني، ودعا أدهانوم إلى إيصال فوري لمساعدات إنسانية إلى الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والذين يحتاجون إلى علاج عاجل، مجددا دعوته لوقف إطلاق النار. أعلن حزب الله اللبناني إطلاق مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع إسرائيل، مؤكدا للمرة الأولى استخدام صواريخ دقيقة لاستهداف القوات الإسرائيلية عند الحدود في جنوب لبنان أو في شمال إسرائيل. وجاء في بيان للحزب أن عناصره يستهدفون تجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المواقع والثكنات العسكرية على طول الحدود وفي المستوطنات والمدن المحتلة في الشمال باستخدام مختلف أنواع الصواريخ. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. مرحبا بحضراتكم من جديد. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وزير الخارجيه الايراني عباس عراقجي، وكان اللقاء للحديث عن التطورات اللي بتحصل في المنطقه. الرئيس ركز على موقف مصر الثابت بضروره عدم توسيع دائره الصراع وضروره وقف التصعيد لتجنب الوصول لحرب اقليميه شامله واللي ممكن تكون ليها تداعيات خطيره على امن واستقرار كل دول وشعوب المنطقه. خلونا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل اكثر من الدكتور هاني سليمان المتخصص في الشأن الإيراني عن التطورات الأخيرة طبعا وزيارة وزير الخارجية للقاهرة. أهلا بك دكتور هاني، صباح الخير. صباح الخير، أهلا بحضراتكم وكل السادة المتابعين الكرام، أهلا وسهلا. يعني بداية، كيف تقرأ أهمية هذه الزيارة وزير خارجية إيران عباس العراقجي للقاهرة في هذا التوقيت، خاصة أنه الخطاب السياسي المصري منذ بداية الحرب كان دائما ما يؤكد على التحذير من امتداد رقعة الصراع والدخول في حرب إقليمية،
أهمية هذه الزيارة والرسائل من وراء هذه الزيارة؟ بالتأكيد يعني الزيارة مهمة في توقيت حساس للغاية، وتعكس اهتمام الجانب الإيراني على زيارة القاهرة وجعلها في الخطوات الأخيرة لثقل القاهرة وتأثيرها، وأنها يمكن صوت العقل في هذه الأزمات المتتابعة. دائما السياسة الخارجية المصرية ثابتة وتحتكم إلى مبادئ دعم الاستقرار والوساطة وعدم اتساع الصراع، ويمكن السياسة الخارجية المصرية والمبادئ الخاصة بوزارة الخارجية وأدوات صنع السياسة ثابتة في العديد من المناسبات والأزمات، وده تقدير للدور المصري المهم فيما يتعلق بالصراع وخاصة الحرب في غزة، وإن مصر كانت منفتحة وحذرت أكثر من مرة من مغبة توسيع الصراع أو التداعيات المختلفة على المستويات الأمنية والعسكرية والاقتصادية. وأعتقد أن يمكن جعل القاهرة في المحطات الأخيرة لعباس عراقجي، أنا شايف أن ده تأكيد لأن يمكن مصر لها دور موازن ولها دور مهم في العمق العربي وفي صناعة القرار. أعتقد أن يمكن هذه الزيارة الإيرانية للعديد من العواصم الهدف منها استمالة القرار العربي ومحاولة ربما تحييد بعض المواقف أو ربما تحقيق مظلة لدعم عملية الوساطة وتهدئة والاستقرار، خاصة أن إيران ارتأت أن عملية وحدة الساحات لم تحقق الأهداف المرجوة، وبالتالي هي أرادت فصل الساحات ربما دعم مسار للاستقرار في الداخل اللبناني، مسار سياسي، وده واضح من انفتاح إيران على بعض المؤسسات السياسية سواء نجيب ميقاتي كالقائم بأعمال الحكومة أو نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني. فأنا شايف أن يمكن مصر بتنسيق مع العديد من الدول العربية قادرة على دفع بعض الأطر السياسية ودفع سبل التهدئة، وخاصة أن يمكن لمحاولة ربما تجنب تصعيد إسرائيلي في اتجاه الجانب الإيراني. فأنا شايف أن الزيارة إجمالا مهمة وتعكس الاهتمام بالدور المصري والاحتكام إلى الأدوات الدبلوماسية المصرية، لأنها ما تثبت دائما أن مصر صاحبة قرار وصاحبة رؤية سابقة للعديد من الأزمات. نتكلم على خطورة تطور الصراع، حابين نعرف أنه لو الصراع تطور يعني وصوله لحرب إقليمية شاملة، إيه التأثير ده على المنطقة؟ يعني بالتأكيد يعني إذا كان كلا طرفي الصراع يظن أن التداعيات ستكون ربما ضيقة أو منحصرة في بعض التداعيات الخفيفة، أنا شايف أن ده يمكن غير تقدير غير دقيق بالمرة. الحديث عن أن تداعيات اتساع الصراع ربما تطال من 14 مليار إلى 20 مليار دولار تداعيات اتساع الحرب، وخاصة فيما إذا كانت هناك هجمة إسرائيلية على بعض الأهداف المتعلقة بالنفط، وإن كان ده مستبعد نوعا ما خاصة في ظل الضغوط الأمريكية، ولكن إجمالا اتساع الصراع له تداعيات عسكرية وأمنية مختلفة وتداعيات اقتصادية. لنا أن نتخيل أن بعض الدول اللي ليست طرف أصلا في الصراع، تحدث عن مصر، كان هناك ارتدادات اقتصادية سلبية فيما يتعلق بعائدات قناة السويس. هل ممكن نشوف استهداف مناطق نووية؟ يعني هناك ربما ثلاث مستويات للاستهداف، كان هناك الحديث عن بعض المنشآت النووية أو المؤسسات المرتبطة بها، لكن في الأخير كان هناك تأكيدات أمريكية وربما إسرائيلية على أن الاستهداف لن يطال منشآت التخصيب، ولكن بعض المنشآت الملحقة كنوع من ربما تخفيف حدة الاستهداف، وقد يكون هناك استهداف لبعض المواقع العسكرية البحتة وعدم استهداف الموانئ أو مصافي النفط أو غيره، وده يمكن اللي كان موجود في التقديرات الأمريكية، وأن الاستهداف سيكون لمنصات إطلاق الصواريخ والمسيرات والمصانع المتعلقة بها وتطويرها، وده يمكن قد يكون أقل الأضرار في ظل مستويات الاستهداف التي كانت ربما متوقعة. وبالعودة للتأثيرات والتداعيات، أنا شايف أن احنا تدهور الأوضاع سيصيب العديد من دول المنطقة بالعديد من التداعيات، لأن إطالة أمد الصراع سيكون له تأثير على الأوضاع الاقتصادية، وقد ربما تطال الأسعار أو سلاسل الإمداد أو تورط بعض الأطراف الأخرى، خاصة أن إيران ربما أحد أهم الأطراف المنتجة للنفط وتصدير النفط في الفترة الأخيرة، وسيكون هناك تأثيرات على مسار الملاحة والتجارة الدولية وغيره. فبالتالي ليس من مصلحة دول الأقليم أو العالم امتداد هذا الصراع واتساعه
أكثر من هذا المستوى الموجود. طب دكتور هاني، يعني بعين المتخصص في الشأن الإيراني، كيف تقرأ الحسابات الإيرانية في ظل عدة متغيرات الأيام الماضية؟ احنا أمام ترقب لضربة إسرائيلية لمنشآت عسكرية واقتصادية في إيران، في ظل تطورات متلاحقة، اغتيال أو سيناريو اغتيال القادة سواء في حزب الله، وبالأمس اغتيال قائد ورئيس حركة حماس داخل غزة يحيى السنوار. وحزب الله وحماس نحن نعرف جيدا إنها أذرع إيرانية، وأن هناك دعم إيراني لهذه الفصائل. في ظل هذه التغيرات، الحسابات الإيرانية كيف تقرأ؟ بالتأكيد يعني ده سؤال مهم، على اعتبار أن يمكن الحسابات الإيرانية باتت معقدة للغاية. هناك نوع من التوتر والارتباك في عملية صنع القرار في الداخل الإيراني، على اعتبار أن يمكن إيران كانت حساباتها برغماتية بحتة بعيدا عن تقدير دقيق لطبيعة الأحداث، وده إلا أخر الرد الإيراني ورد صحيح. حزب الله على الانتهاكات الإسرائيلية، وبالتالي دفعت إيران وحزب الله الفاتورة كبيرة باغتيال حسن نصر الله وقابل سمعانية وغيرها من الضغطات المتتابعة في وقت قصير جدا. وبالتالي أنا شايف دكتور هاني الفترة السابقة، وخاصة أن خطابها التاريخي عن نصرة الأقصى والقدس لم يتم ترجمته صحيح. بشكل واقعي عند الاختبار الحقيقي، وإنما ثبتت التجربة أنه كان خطاب للتوظيف القضية لتحقيق بعض المكاسب. وإن إيران عندما اكتملت بعض مقدرات القوة لديها، هي استخدمت هذه القوة وميليشياتها لاختراق الدول العربية وعمل نوع من الصدع والفجوة بناء على أسس أيديولوجية وطائفية. وأنا شايف أن يمكن كان هناك نوع من الفجوة وعدم الثقة ما بين الميليشيات المتعلقة بإيران وما بين المركز في طهران خلال الفترة الأخيرة. بالتأكيد تلقي حزب الله لكل هذه الضربات وفجوة غياب القيادة المركزية متمثلة في حسن نصر الله وحالة الارتباك الشديد، أنا شايف أن ده هو ما جعل إيران نوعا ما تتحسس بعض الحلول السياسية، وده متمثل في زيارة عباس عراقجي أو محمد باقر قليباف رئيس مجلس الشورى وزيارتهم للبنان. أنا شايف أن ده بيؤكد أن هناك سبل ووسطات معينة في دعم هذا الأمر. بالنسبة لاغتيال السنوار، أنا شايف أنه هو الاختبار الأهم والأصعب لحركة حماس في الفترة الأخيرة بعد 7 أكتوبر، على اعتبار أن باختيار السنوار كانت الحركة تراهن على مستقبلها السياسي والأمني والعسكري على شخص السنوار، وبالتالي باغتياله ومقتله أنا شايف أن ده سيعقد الأمور. عملية السلام باتت بعيدة، وهناك المشهد معقد والحركة في موقف صعب على مستوى التوازن العسكري والاستمرار مستقبل حماس على المحك. كل الأمور تجعل هناك صعوبة شديدة فيما يتعلق بمستقبل حركة حماس. عملية السلام البعض يتحدث عن أنه يجب الاغتنام بين قوسين فرصة مقتل السنوار لدعم عملية السلام، لكن لا أعتقد أن إسرائيل ستكتفي عند هذا الحد، خاصة أن هناك مقاومات للاستمرار في انتهاكاتها. وفي يعني دكتور هاني، توقعك لإعلان قيادي جديد لحركة حماس، هل البعض يقول ممكن خالد مشعل، البعض يقول أخو السنوار؟ ده أول سؤال. تاني سؤال هو تقييمك للموقف الأمريكي، يعني كاميلا هاريس وبايدن حان وقت إنهاء حرب غزة، ده كان يعني ما قالته هاريس. تقييمك للموقف الأمريكي، ومن القيادي الذي يتولى المنصب بعد السنوار؟ نعم، يعني بالنسبة للمنصب ومن يخلف السنوار، أنا شايف أن يمكن هناك العديد من الأسماء المطروحة، خالد مشعل أقربهم ويليخ أخو السنوار، لكن بالنسبة لكاريزمة وقدرة الحركة على تجاوز هذا الاختبار، أعتقد أن أيا ما كان الاسم الموجود ستواجه الحركة صعوبة شديدة على مستوى البنية التنظيمية والهيكل والقيادة، وأنها تمر بحالة من الشك وحالة من التراجع الشديد في ظل هذه الأوضاع المعقدة، هيكون لها تأثيرات سلبية بالأكيد. بصرف النظر عن شخصية القائد، لن يكون في كاريزمة سواء اسماعيل هنية أو سنوار، لأن الوضع السياسي والوضع الأمني والعسكري ليس في صالح الحركة. بالنسبة للموقف الأمريكي، سواء كاميلا هاريس وتصريحاتها أو المواقف الأمريكية من جو بايدن وتصريحات لويد أوستن وزير الدفاع بالأمس، أنا شايف أن كلها تصريحات يغلب عليها الصبغة السياسية. ويمكن سمعنا تصريحات ربما
شبيهة لها في مواقف سابقة، ولكن لم يكن هناك نية أو إرادة حقيقية لدى الجانب الأمريكي لإحلال عملية السلام باتباع أساليب وأدوات ضغط جديدة على الجانب الإسرائيلي. أعتقد أنه يجب أن تتبلور أولا إرادة حقيقية للقيام بأدوار ضغط متناسبة لمحاولة الوقوف أمام الانتهاكات الإسرائيلية وأمام إيقاف الحرب بشكل فعلي وليس تصريحات للاستهلاك السياسي. وأعتقد أن هذه اللحظة مختلفة نسبيا عن أي مراحل سابقة، قد تكون لحظة مناسبة لتدخل أمريكا حقيقي. إذا ما توفرت الإرادة سيكون هناك مخرجات ونتائج مختلفة كليا. طيب، يعني بعد اغتيال السنوار مباشرة خرجت أصوات عديدة من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وعواصم أوروبية بأن هذه هي اللحظة المناسبة بعد غياب السنوار عن المشهد لوقف إطلاق النار وإتمام صفقة لتبادل المحتجزين في غزة. هل فعلا غياب السنوار عن المشهد ممكن يعزز من فرص إنهاء الحرب ولا سيعقد الأمور أكثر؟ يعني كلا الاحتمالين موجودين، على اعتبار أن إسرائيل دائما كانت تتحدث عن السنوار على أنه الرجل الأكثر أهمية والمطلوب رقم واحد وأنه يمثل الجناح المتشدد داخل الحركة، وبالتالي مقتله أو اغتياله بيشكل نحظة انتصار قد تكون يعني تحفظ ما يواجه إسرائيل ونتنياهو، وقد يتم تصديرها على أنها لحظة الانتصار في قطاع غزة، وبالتالي ده ما قد يفضي إلى مسألة أن الأهداف الإسرائيلية تحققت، وبالتالي باتت هناك لحظة جديدة للحديث عن فرص للسلام بقيادة جديدة وبترتيبات أخرى مع حركة حماس بالضغط عليها. ولكن على الجانب المقابل أنا شايف أن هي يمكن لحظة صعبة ومعقدة في تاريخ الحركة تريد تجاوزها بأي حال من الأحوال والإثبات أنها ما زالت موجودة وقائمة وقادرة على قيادة روح المقاومة والوقوف والصمود أمام الجانب الإسرائيلي. الأمر كله برمته في كلا الاحتمالين هو مرهون بالجانب الإسرائيلي. الكرة الآن في ملعب نتنياهو، هو من يتحكم نسبيا في طبيعة المرحلة هو والجانب الأمريكي، وبناء على التقديرات الأمريكية الإسرائيلية نستطيع أن نحدد ما إذا كانت فرصة أو إذا ما كانت عبء جديد يضاف إلى مسألة القيود الخاصة بعملية السلام، وخاصة أن المؤشرات في الفترة الأخيرة والسلوك الإسرائيلي والمجازر في الشمال قطاع غزة وغيرها بيؤكد أنه لا توجد نية حقيقية وأن هناك استمرار نفس النهج والسلوك الإسرائيلي. دكتور هاني سليمان المتخصص في الشأن الإيراني، قراءة وافية عن الوضع الراهن خاصة بعد اغتيال يحيى السنوار. نروح بسنت الموضوع تاني معانا. الاهتمام بالمشروعات والتنمية في محافظات الجمهورية مستمر على كافة المحافظات، وتحديدا الصعيد بقى ليه نصيب كبير جدا من المشروعات التنموية، وأصبح واضح وبقوة الفترة الأخيرة يعني مجموعة كده من الأولويات الخاصة للحكومة لتنمية الصعيد، توفير حياة كريمة لأهلنا في الصعيد. وده اللي خلينا النهاردة يعني نحاول نفتح الموضوع أكتر مع اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، ونعرف منه آخر تطورات المشروعات الحديثة اللي موجودة دلوقتي في صعيد مصر. بالضبط يا محمد، خلونا دلوقتي نرحب ب طبعا سيادة اللواء اللي معانا عبر الهاتف دلوقتي. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير أستاذة بسام، تحياتي لحضرتك والأستاذ محمد والسادة المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. يعني في البدايه حابين حضرتك تكلمنا عن مشروع محطه قطارات الصعيد ببشتيل، الفكره جت ازاي واسباب الانشاء كانت عامله ازاي او جت منين من الاول؟ هو طبعا اللي خلينا نرى مشهد الصعيد في خلال العشر سنوات والانجازات اللي اتحققت في الصعيد، واهم هذه الانجازات هي محاور التنميه وطبعا الطرق والمحاور والكباري وخطوط السكه الحديد والتوجيهات القياده السياسيه لجميع اجهزه الدوله باحداث طفره كبيره وانجازات تحقق التنميه المستدامه. ومن نجاح او من عوامل نجاح التنميه زي ما قلت لحضرتك، وهي الطرق والمحاور والخطوط اللي بتنقل المواطنين من والى الصعيد في توقيتات محدده وتوقيتات تنجز اعمالهم وتنجز التنميه. الفكره طبعا هي طبعا وزاره النقل الموقره درست هذا الموضوع ووضعت خطوط عريضه لتنفيذ خطوط سكه حديد ولتحقيق التنميه وتحقيق سرعه وصول المواطنين لاقاصي الصعيد والمحافظات الصعيد.
جميل. طب سيادة اللواء شريف، يعني حابين نتعرف من حضرتك كده ونعرف السادة المشاهدين خلال السنوات الأخيرة أهم وأبرز المشروعات التنموية في صعيد مصر. خلينا نرى مشهد التنمية في الصعيد. الدولة حققت تنمية في مجالات عديدة، منها زي ما ذكرت لحضرتك جسور التنمية في الطرق والكباري والمحاور، بناء المواطن وتحسين جودة حياته سواء كان في الصحة أو في التعليم، التعليم الجامعي، إنشاء الجامعات، زيادة عدد الفصول. والمحور الثالث وده اللي بيوفر فرص عمل وبيغطي مساحات كبيرة من الصعيد في مشروعات التنمية، وهي مشروعات الاقتصادية، سواء كان زيادة الرقعة الزراعية في صعيد مصر، إنشاء مصانع بتقوم على الزراعة والقيمة المضافة للزراعات، والأهم من ذلك طبعا المواطن الصعيدي لمس تنمية ولمس تطور كبير في الصعيد. يمكن الصعيد ما كانش في سنوات سابقة واخد الوضع الطبيعي على خريطة التنمية للدولة، لكن دلوقتي المواطن الصعيدي لمس يعني إيه تنمية، يعني إيه مشروعات، لمس اهتمام الدولة، لمس ازاي ان تطور حياته، وخاصه طبعا يمكن في المشروع العظيم والمشروع القومي وحياه كريمه وتوفير الميه الصالحه ومحطات الصرف والطرق والكباري وهكذا. طيب، من الحاجات لطيفه قوي الطراز او اختيار الطراز الفرعوني للمحطه، هل ده ليه علاقه بالهويه البصريه؟ خليني اقول لوجه قبلي. طبعا مهم قوي طبعا مشروعاتنا، يمكن مشروعات الدوله كلها في الصعيد طبعا بتاخذ من البيئه المحيطه ومن الهويه البصريه لكل مكان، والكلام ده يمكن شفناه في التصميم المعماري للمحطه، ويمكن مشروعاتنا كثيره جدا في الصعيد بترمز الى الهويه البصريه وبترمز الى البيئه الموجوده فيها هذه المشروعات. ده بيعكس ثقافة المنطقة وبيعكس الجذور والأصول لهذه المنطقة. طب إنشاء 4 مجمعات صناعية جديدة بتضاف للاقتصاد المصري، وكل مجمع فيه عدد كبير طبعا من الورش اللي بتفتح أبواب فرص عمل جديدة. حابين نعرف من سيادتك تفاصيل أكتر عن هذه المجمعات الصناعية الجديدة في الصعيد. طبعا التحديات اللي موجوده في الصعيد، وهو ما كان في السنوات السابقه ما كانش فيه فرص عمل، وبالتالي الدوله درست ازاي توفر فرص عمل بالاستفاده من الميزات التنافسيه اللي موجوده في كل اقليم وفي كل محافظه. وهذه المجمعات طبعا زي ما حضرتك ذكرت هتوفر فرص عمل كثيره، سواء كانت فرص عمل مباشره او فرص عمل غير مباشره، وبتعتمد على الحرف والانشطه اللي في كل مكان في الصعيد. يعني كل مكان في الصعيد هذه المجمعات بتعتمد على أهالينا في هذه الأماكن والحرف والأنشطة اللي هم بيجدوها وتورثوها عن الأجداد. المجمعات دي هتوفر فرص عمل، هتحقق تنمية، هتدي أقصى استفادة من الميزات التنافسية اللي في هذه جميل. طيب سيادة اللواء، لو اتكلمنا عن الطاقة الاستيعابية، خليني أقول المحطة تقريبا كم راكب؟ المحطه طبعا بتصل لالافات، لان طبعا يمكن الصعيد انا زي ما قلت لحضرتك بشكل نسبه السكان فيه بتعدي 35 مليون مواطن، فبالتالي الحركه اليوميه حركه بتصل الى ارقام كثيره، بالاضافه طبعا ان هي بتوفر الانتقال من المحطه والى القاهره والى الوجه البحري. هذه المحطه بتستوعب اعداد كثيره سواء كان من او الى الصعيد. إلى جانب كل المشروعات التنموية العظيمة دي، فيما يتعلق بالكباري والطرق والمنشآت الصناعية وغيره، كمان في اهتمام ببناء الإنسان، يعني مهم جدا، محور أساسي في تنمية الصعيد أن يكون هناك تنمية للإنسان في الصعيد. عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر فيما يتعلق بالخدمات الصحية والاجتماعية اللي بتقدم لأهلنا في الصعيد. زي ما حضرتك قلت، هو التنميه ومحور التنميه وطبعا هو المواطن او الانسان، واهتمام الدوله بالانسان طبعا ده يعني اسس التنميه. وزي ما حضرتك بنرى كل يوم في توسعات في الوحدات الصحيه والمستشفيات وزياده ساعه الاسره في المستشفيات، بالاضافه الى القوافل الطبيه، زياده عدد الفصول والتعليم الاساسي والتعليم ما قبل الجامعي، زياده عدد الجامعات الاهليه والجامعات التكنولوجيه،
كل هذا بيؤدي إلى بناء مواطن على أسس علمية يستطيع أن يخطط ويبني المستقبل. هي دي من الاعتبارات اللي الدولة وضعتها لتنمية المواطن في سبيل الوصول إلى أغلى الغايات وتطوير الصعيد وتطوير المواطن الصعيد. جميل. سيادة اللواء شريف صالح رئيس هيئة التنمية الصعيد، بنشكرك شكرا جزيلا ومنصبح على حضرتك وعلى أهلنا في كل محافظات وقرى الصعيد. نروح لفاصل سريع مع حضراتكم ونرجع مرة تانية والفقرة الأخيرة من صباح الخير يا مصر. من أيام يمكن افتتحنا محطة قطارات الصعيد ببشتيل، وكانت فعلا لحظة مهمة جدا ومبهرة جدا بتصميمها الرائع. المشروع ده كان بأيادي مصرية 100% واستند على رؤية واضحة بتركز على التنمية وخدمة الصعيد، وكان ده هو شعار رفعته الدولة خلال تنفيذ هذا العمل الكبير جدا. المجهود ما كانش بس مقتصر على ساعات النهار، لكن كمان امتد ليشتمل أو ليشمل الليل كمان، عشان يخرج لينا في أبهى صوره شكل أيقوني بيخدم ملايين الركاب خاصة أبناء الصعيد. خلونا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أكثر من الدكتور فؤاد محمود مدير فريق تصميم محطة قطارات الصعيد ببشتيل. هنحاول نفهم منه إزاي تمت العملية دي، الاحتياجات اللي استند عليها التصميم، كمان تأثير المحطة. المحطة هتكون محطة تبادلية ومهمة جدا على حركة النقل وتحسين حياة المواطنين. شكل المحطة، الهوية البصرية المختلفة، المذاق والشكل المختلف ليها، أسئلة كتير جدا هنسألها لضيفنا الدكتور فؤاد. منورنا. أهلا بحضراتكم جميعا وصباح الخير عليكم. أهلا بحضرتك. بداية كده من لحظة التصميم والفكرة، جت إزاي فكرة تصميم محطة بشتيل، وأهمية المحطة دي كمحطة تبادلية في سير القطارات في مصر؟ تمام. أولا المحطة طبعا بتقع في منطقة بشتيل، والمحطة ديت الموقع بتاعها هو اللي ليه مقومات رجحها للإنشاء في هذا المكان. مجموعة الأسباب ديت بتتبلور في الآتي: أول حاجة إن هي طبعا توفرت المساحة الكافية لاستيعاب منشآت المحطة، خاصة الحاجات المستقبلية اللي هيتم البنى فيها، دي نقطة. النقطة الثانية هي مكان لالتقاء خطوط مجموعة من السكك الحديدية اللي هي تعتبر البنية الأساسية للخطوط ديت، زي خط السد العالي اسكندرية وزي المناشي ومبابة والأباري. الخطوط ديت طبعا عشان نستفيد بيها وتكون مقاومات لينا، المحطة كانت في موقع استراتيجي 11 خط بالظبط كده، ده جوه المحطة. ولكن الحاجة الثانية ان احنا عندنا طبعا مجموعة من محاور الطرق المهمة جدا اللي بتمثل شرايين داخل محافظة الجيزة، زي محور احمد عراب الجديد وشارع المطار شمالا، وشرقا شارع السودان، وغربا محور الفريق كمال عامر، وجنوبا محور 26 يوليو اللي هو القديم. الربط على هذه المحاور كان بمثابة متنفس كبير جدا للمحطة. الحاجة الثالثة ان احنا عندنا مجموعة من وسائل النقل المختلفة والعامة اللي المفروض هتعلي من قيمة هذه المحطة لما نيجي نربط عليها، زي مونوريل غرب النيل، زي محطات مترو الخط الثالث، زي مجموعة من مواقف النقل الجماعي. كل هذه المقومات رجحت إنشاء المحطة في هذا المكان. بالنسبة للفكرة التصميمية، احنا حاولنا او سعينا ان احنا نعمل متتابعة بصرية لمحطات قطارات صعيد مصر، بحيث ان هي تكون محافظة على الهوية البصرية. كمثال مثلا محافظة محطة القطارات محافظة أسوان او الأقصر. بالإضافة طبعا ان احنا محافظة الجيزة بتتميز بمجموعة من الآثار الفرعونية اللي دايما بيجي لها الزوار من جميع أنحاء العالم. يوم ما هيجوا ينتقلوا لصعيد مصر لاستكمال الرحلة السياحية، حبينا ان هو يخش، ما يخشش محطة تقليدية، بالعكس يخش تقريبا متحف مفتوح، يشوف النسب المعمارية الجميلة اللي موجودة وبتضاهي الآثار بتاعتنا. لذلك توسط في المنطقة أو في وسط المحطة هو هرم زجاجي بيمثل النسب المعمارية للهرم الأكبر خوفو. حافظنا على النسب ديت، مجموعة العمدان حافظنا عليها بالتيجان، بالعمدان، بالبدن. الحاجات دي كلها كنا حريصين جدا ان هي تكون مستلهمة من النسب المعمارية لعمارة المصر القديم. هي محطة ذكية ذات طابع فرعوني،
ليه بنقول عليها محطة ذكية؟ المحطة الذكية طبعا هي بتتميز بمجموعة من الخدمات النوعية اللي ما كانتش موجودة في محطاتنا قبل كده طبعا. طبعا وده طبعا من توجيهات وزارة النقل، ان هي طبعا بقى فيها واي فاي، بقى فيها ان انا اقدر احجز التذاكر بطرق مختلفة. عندنا تقريبا حوالي اكتر من 15 مكنة تي في ام، دي مكنات حجز مباشر من خلال المحطة، مش لازم أروح لشباك التذاكر. الحاجة الثانية إن إحنا عندنا بوابات دخول إلكترونية لمنطقة الأرصفة عشان نعمل حوكمة لعدم دخول الراكبين بدون تذاكر. أقدر أحجز طبعا التذاكر ديت من خلال منصة إلكترونية أو من خلال تطبيق إلكتروني من قبل ما أوصل المحطة أصلا. زي ما احنا شايفين الصور مع حضرتك ومع السادة المشاهدين، شكل مبهر جدا من اول باب المحطة دخولا كده بقى لجوه المحطة للهرم الزجاجي للأرصفة الخاصة بيها. هذا الشكل وهذا التصميم اكيد كان وراه تعب كبير جدا وتعب كتير طبعا. جدا طبعا. يعني بس انت قالت في مقدمة ساعات الليل بالنهار، فريق عمل كبير حضرتك المشرف عليه ما بين مهندسين ما بين منفذين للمشروع عمال. عايزين نتكلم بقى الرحلة قبل ما نوصل للمشهد الجميل اللي احنا شايفينه المبهر ده، محطة بشتيل. طبعا هو التصميم كان فيه تحديات كتيرة جدا، وخاصة ان هو احنا لما ابتدينا التصميم كانت يعني دخول فيروس كورونا، فطبعا لما جينا نشتغل على التصميم دوت كنا بنشتغل بمجموعات متكاملة من خلال وسائل التواصل المختلفة، لحد طبعا ما الحمد لله قدرنا نرجع المكاتب ونرجع المواقع وكده نشتغل. الفريق عمل قد ايه مثلا؟ يعني تقريبا احنا عندنا يعني يوميا كنا بنشتغل حوالي 200 مهندس التنسيقات ما بينهم مهندس. وطبعا المشروع وفر حوالي 7500 فرصة عمل على مدار الثلاث سنين او ثلاث سنين ونص اللي تم الافتتاح فيهم المشروع. التنسيقات طبعا ما بين الرؤى المعمارية والجهات المختلفة المعنية واستصدار التراخيص والأعمال الإنشائية وأعمال الإلكتروميكانيك الكهرباء والميكانيكا، عشان طبعا أقول الاعتمادات مع الدفاع المدني، كل مؤسسات الدولة يعني حقيقي تضافرت لإخراج هذا المشروع بالصورة اللي حضراتكم شفتوها بالشكل دوت. يعني بصراحة صورة مبهرة جدا، وأكيد حضرتك حاسس بفخر كبير. طبعا إن يعني أنا بس عايز أضيف حاجة صغيرة، إن محطة رمسيس أو أول خط سكة حديد بنى سنة 1851، ومحطة رمسيس أعتقد 1854، وكان المعماري أدون بتر هو اللي عمل المحطة، وكان المشرف على المحطة روبرت ستيفنسون. النهاردة بعد 170 سنة المصريين قادرين يفتتحوا محطة زي ما حضراتكم قلتوا بسواعد مصرية وطنية. نقدر نعمل أكتر من كده إن شاء الله، وجاهزين في أي وقت يعني لتصميمات مشروعات بالشكل ده. بمناسبة محطة رمسيس، أنا عايزة أعرف، أو الناس كتيرة بتقول إن محطة بشتيل هي خلاص حتى بديل لمحطة رمسيس، الكلام ده غير صحيح؟ لا طبعا غير صحيح. إحنا عندنا طبعا كان الهدف برضو الأساسي من محطة قطارات صعيد مصر إن إحنا نخفف الضغط على محطة رمسيس طبعا، ونقدم خدمة نوعية يعني لها قيمة للمواطن المصري، ان احنا كمان نقلل التكدس المرور اللي هيحصل نتيجة التفريغ اللي هيحصل في وسط البلد عن العواصم اللي موجودة، الطرق اللي في العواصم. فطبعا هي مش محطة بديلة ولا حاجة، لا هي هتساعد. طب لو دخلنا بقى مع حضرتك كده جوه المحطة نفسها، و شفنا طبعا خدمات ذكيه بتتقدم، التيكتس او التذاكر ازاي بيتم قطعها وغيره، والخدمات اللي بتيسر كمان لاي حد يدخل المحطه. عايزين نتكلم بقى على بلغه الارقام، الطاقه الاستيعابيه للمحطه، عدد الارصفه ممكن تستوعب قد ايه في حركه التنقل من خلال السكك الحديديه. تمام. احنا عندنا المحطه تقريبا مقامه على 7 افدنه، مبنى المحطه الرئيسي طبعا هو ان شاء الله مستهدف مستقبلا، او الطاقه الاستيعابيه للمحطه 250 الف راكب في اليوم. وده طبعا عدد كبير جدا من اهالينا في الصعيد وحركه النقل. 250 الف 250 الف. الحاجه الثانيه، احنا عندنا سبع ارصفه في المحطه ب 11 خط، وهما كالتالي: احنا عندنا 4 ارصفه جهه شارع السودان، ده بيمثلوا خطين اسكندريه اسوان، ودول اللي هيعدوا على محطه رمسيس، وهتبقى بالنسبه لهم محطه قطارات صعيد مصر هي محطه وسطيه.
عندنا في نفس ذات الجهة 4 خطوط الصعيد اللي هم منتهيين في محافظة في محطة القطارات. عندنا طبعا بقى غربا جهة المناشي 4 خطوط 3 أرصفة منهم 4 خطوط طبعا للمناشي الأباري وخط بضايع أسوان اسكندرية. المحطة طبعا يعني ال7 أفدنة بتوعها مقامة على بدروم وأرضي ودورين بإجمالي طبعا حوالي دورين فوق الأرض ولا تحت؟ دورين فوق الأرض، فوق هو الأرض. دور تحت الأرض ودور أرضي ودورين فوق الأرض فوق الدور الأرضي يعني. بإجمالي إنشاءات حوالي 112 ألف متر مسطح. عندنا حوالي مساحة مهولة كبيرة. طبعا عندنا حوالي 60 ألف متر مساحة تجارية طبعا دي عملت خدمات. عوائد طبعا عملت عوائد للمشروع بشكل مباشر بإجمالي حوالي 130 محل. عندنا طبعا في المشروع منطقة استثمارية، وده طبعا ده كان الهدف الأساسي ان احنا زي ما بنعمل مشروع تنموي ازاي يجي له عائد يساعد في تكلفة المشروع وما يحملش على الدولة المصرية. فاحنا عملنا مجموعة من المشروعات في الأرض اللي توفرت للمنطقة الاستثمارية حوالي 44 ألف متر، وهيقام عليها منطقة خدمية إدارية تجارية ومجمع طبي طبعا عشان نوفر الخدمات اللي كانت موجودة في وسط المدينة مع محطة رمسيس تبقى موجودة مع محطة قطارات صعيد مصر. طب عايزين نتكلم بقى عن ورش الصيانة للقطارات بالمحطة. تمام. هل موجودة؟ قد إيه بيتم الفحص الدوري على العربات كل قد إيه؟ طبعا احنا برضه الميزه الجوهريه من ناحيه مستوى الصيانه اللي هيخفف الضغط على محطه رمسيس وتجهيز القطارات قبل الرحلات، احنا عندنا مبنى لورش العربات ده تقريبا حوالي 12 سكه بيسع ل 140 عربه ممكن يتم صيانتها في نفس الوقت وتجهيزها للانطلاق زي بالظبط المطارات. الطياره بتاخد وقت للتجهيز وبعدها بتنطلق، نفس الكلام في القطارات. احنا عندنا ورشه للعربات تسع 140 عربه، بالاضافه طبعا للوحدات المتحركه زي الجرارات. عندنا ورشه لصيانه الجرارات لست خطوط بتسع حوالي 24 جرار في الصيانه في نفس الوقت. فطبعا الطاقه دي هتخفف على محطه رمسيس وهتدي سرعه تقاطر لزمن الرحله اسرع بخدمه وجوده اعلى للمواطن ان شاء الله. قد ايه يا فندم المشروع ده استغرق من زمن ومن وقت؟ يعني ابتدينا امتى؟ حضرتك قلت البدايه والتصميمات كانت فتره كورونا، خد قد ايه وقت عشان نشوف المشهد المبهر ده؟ احنا تقريبا كلفنا بالمشروع دوت في اغسطس 2019، ابتدينا في الموقع بعدها بست شهور اللي هو نقدر نقول مارس مثلا 2020، واستغرق البنى 3 سنوات. احنا تقريبا ما فيش يوم اجزناه، كل الاجازات الرسميه كنا بنفخر ان احنا بننزل نبني بلدنا فيها. جميل. فكنا طبعا على مدار ال3 سنوات العمل مستمر بزيارات من الجهات الرسميه لينا، طبعا كانت بتبقى حوافز لينا ان احنا الناس بتيجي تبص علينا انتوا عملتوا ايه، بتطمن على الساده المهندسين الساده المشرفين. فطبعا كان تحدي صعب جدا في وقت قياسي لان المحطه ديت مجموعه من الشركات العملاقه لما جت قايمتها وعملت اوديت عليها جت 7 سنين. فاحنا الحمد لله في 3 سنين بس، الحمد لله في 3 سنين. يعني هي اصلا معايير عالميه كمان. يعني اللي حضرتك بتقوله دلوقتي انك تحجز من قبل ما تروح، والشاشات الذكيه السمارت دي طبعاً دي معايير عالميه طبعا. بالاضافه ان احنا طبعا في بقى دلوقتي كمان في احنا في المحطه عندنا 1200 كاميرا مراقبه وتشغلها بتقنيه الفيس كوجنيشن ان انا اقدر اشوف الوجه بتاع كل مسافر عشان تبقى محطه مؤمنه وذكيه. طبعا بالاضافه ان احنا عملنا قيمه مضافه لهذه المحطه ان احنا طبقنا فيها كود الاتاحه لذوي الهمم على مستوى جميع الفراغات، سواء دورات المياه، الارصفه، التعامل مع شبابيك التذاكر، الانتقال من خلال الانفاق والارصفه، عمل مجموعه من المصاعد الكهربائيه عشان تجيب اهالينا اللي موجودين مثلا في دور البدرومات تطلعهم على ارصفه بدل ما يطلعوا السلالم العاديه. طبعا الصوره دي بتقول لنا ان المهندس المصري يعني متميز جدا، يعني محطه بتضاهي المحطات العالميه،
ده هيخليني اسال حضرتك، وحضرتك مدير المشروع ومسؤول عن عدد كبير جدا من المهندسين، مع بدايه الفكره هل شفت نماذج لمحطات قطارات عالميه بتشتغل ازاي؟ ايه الاتجاهات الحديثه في انشاء المحطات العالميه؟ وقلت تعمل حاجه شبهها هنا في مصر، ولا كان الفكره والتصميم والاتاحه مصريه 100% من البيئه المصريه؟ طبعا هو اكيد كل مصمم معماري بيحب يطلع على ما هو جديد وما هو تم التوصل اليه في هذا العلم، سواء محطه قطارات او اي نوعيات مباني اخرى. ولكن احنا بنحاول واحنا بنشوف كل ما هو جديد بنستلهم ما يناسب الحاله المصريه، البيئه المعماريه المصريه بالظبط. يعني بخش من بالظبط كل ما يناسب الحاله المصريه عشان تبقى حتى في نوع من انواع التقبل للمبنى وتقبل للتصميم، فبالتالي ينجح التصميم. ما اقدرش اشتغل على روح مختلفه، سواء مثلا عمليه وظيفيه او عمليه تصميميه او رؤيه بصريه للمبنى فينتقد او يحصل فيه جزء من عدم التقبل. فبالعكس احنا بنشوف كل ما هو حديث، ولكن يوم ما بنيجي نشتغل بنشتغل ما يعني ما يناسب الحاله المصريه في التصميم بتاعنا. انا عارفه ان حضرتك بقالك 3 سنين بتشتغل يعني من غير اجازات، ويعني باك تو باك زي ما بيقولوا، لكن هل في مشاريع قادمه عملاقه بتشارك فيها او والله طبعا في مجموعه، طبعا مجموعه مشاريع، وفي طبعا مع وزاره النقل العمل انا اعتقد ان هو هيفضل مستمر. سياده الوزير كان بيصرح ان عندنا مجموعه من المحطات هيتم تطويرها، احنا عندنا تقريبا 708 محطه على مستوى الجمهوريه، تم تطوير منهم حوالي 310، وجاري العمل في تطوير الباقي طبعا. بالنسبه للمشروعات احنا النهارده في الجمهوريه الجديده بنحاول طبعا ننهض ببلدنا، وفي مجموعه طبعا من المشروعات التنمويه اللي هتخدم ان شاء الله الفتره اللي جايه المواطن. دكتور فؤاد يعني محتاج بعد الانجاز العظيم ده اجازه كده شويه اجازه طويله شويه. لكن بحيي ابداعك وتصميمك وروحك كمان الجميله، انك يعني بتتكلم انه 3 سنين شغل متواصل عشان يخرج او تخرج لينا محطه تليق بالمواطن المصري هي محطه البستيل. نشكر كمان اكيد ال 7500 عامل شاركوا في، وال 500 مهندس اكيد اللي شاركوا في هذا المشروع، كل الايادي المصريه اللي شاركت فيها. شكرا جزيلا ليكم ان انتم مخلين بلدنا او مخلينا زي ما اتكلمنا في بدايه الحلقه خالص، ان احنا عايزين دايما طول الوقت نطور ونعلي من بلدنا، هو ده الهدف في الاول وفي الاخر. شكرك دكتور فؤاد محمود فؤاد، المصمم المعماري والمخطط العام لمحطه قطارات الصعيد بشتيل. شكرا على هذا الانجاز وانجازات اجمل واكبر واقوى الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا، بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. نشوف حضراتكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد. بنصبح عليكم وصباح الخير يا مصر، وجمعه مباركه.